بنت تقول لي اصل التستوستيرون يا دكتور هو هو البريكرسر بتاع الاستروجين، نشغل عليه بس انزيم اسمه اروماتيز. اسمه ايه؟ يبقى انا هاخد التستوستيرون اخد شويه منه يا معين واعمل شغل عليهم الاروماتيز يدوني مين؟ استروجين. كويس؟ وهنطلع الاكتيفينز والانهيبينز. يبقى سيادتك حتى لو ما ذكرتش اكتيفين وانهيبين انت عارف علامتين وظيفتهم ايه؟ وبيطلعوا مين؟ كويس. وكمان هنطلع حاجه اسمها موليريان انهبيتوري سبستانس، ودي مهمه قوي. ايه الموليريان انهبيتوري سبستانس؟ بكلم حيتان امبريولوجي وحوش كبيره عملاقه في الامبريولوجي، انا خايف منك اصلا. اول ما قلت كلمه موليريان قفز الى ذهنك على طول تو ضغطس، الموليريان اللي بتديني الفيميل جينيتاليا والولفين اللي بتديني الجينيتاليا، والدكتور عارفه ان احنا بنتكلم على ميل فمش عايزين الموليريان فهنوقفها عشان يطلع لها ماده اسمها موليريان انهبيتوري سبستانس هتطلع لها من السيرفيسز. بس فمين الانزيمات اللي هنطلعها؟ الناس هتقول يا دكتور هنطلع انزيم اسمه الاروماتيز. ده عرفنا بتاع ايه؟ ده اللي احنا هنعمل بيه الاستروجين. رقم اثنين هنطلع كمان انزيمات اسمها بروتيوليتيك انزيمز، انا مش عارف الصراحه دول ايه لازمتهم. طيب ونبدا نصنع التيوبولار فلويد. ايه التيوبولار فلويد دوت يا بكر؟ تقول لي يا بيه التيوبولار فلويد، ما انت عمال تقول ان لو دي السمنيفرس تريبيول ادي السيرتوري سيلز اهمت اهمت وفي بينهم وبين بعض هنا كده جانكشنز، لكن الحته دي كده فيها ميه فيها فلويد. فلويد دوت فيه حاجات كتيره وفي حاجات قليله. ايه الحاجات القليله؟ تقول لي الحاجات القليله اللي فيه ما فيهوش بروتين، ما فيهوش جلوكوز لان الاسمنت ما بياكلش جلوكوز، انما اللي كتير فيه هو الفاكتوز واللي كتير فيه هو الاستروجين وكتير فيه برضه البوتاسيوم. ده الفلويد الكتير. هو احنا عايزين الاستروجين ليه؟ يعني ليه سيرتوري سيلز طلعت استروجين وعماله تحطه جوه تيوبولار فلويد؟ قال لك اتلغى من علينا خلاص السيمن، لكن خلينا يا حازم نفتكر هنا معلومه مهمه، ان كل ملي من السيمن فيه تقريبا 100 مليون سبرم. في تقريبا قد ايه؟ 100 مليون سبرم. الموضوع ده عشان يتم يا حسناء محتاج حاجتين. اولا نطلع كميات كبيره قوي من السبرمز وفي نفس الوقت نركزها. يعني ايه نركزها؟ قال لك يعني نخلي الميه قليله. طب خلي الميه قليله ازاي يا فايز؟ قال لك اسحب الميه. اسحب الميه ازاي برضه؟ قال لك ما هو الاستروجين ده سكس هرمون. طب الناس اللي كانت سامعه كلمه معانا امبارح تقول لك صوديوم دي ابسوربشن في هرمونات بتزوده. واحد التستيرون، اثنين اخوهم الجلوكوكورتيكويدز، ثلاثه استروجين. اذا الاستروجين هيعمل ايه؟ هيزود امتصاص الصوديوم لبره، صوديوم يطلع طول الميه طالعه معاه لبره، يبقى الميه اللي متفضله كميتها قليله فيصبح تركيز السبيرمز. دي الوظيفه الثالثه. ايه الوظيفه الثالثه؟ ايه ايه ايه؟ في حاجه المين ميجريشن بتاعها الجيرمنال فيه للاسبرماتوجونيا نفسها. تمام. رقم اربعه السيرتوري سيلز بتشارك مع بعضها في صناعه البلاد تيستس بارير. البلاد تيستس ايه؟ ايه بقى يا بيه البلاد تيستس بارير ده؟ قالوا لي ده الحاجز اللي ما بين السيرتوري سيلز وبعضها. تايت جنكشنز ديت عاملين حاجز علشان يمنع الدم اللي بره انه يخش على السبرمز اللي جوه. ليه يا بيه سيادتك؟ ادي طبعا الخلايا بتاعتي اللي عماله تنقسم 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 تنقسم. طب وحضرتك؟ ايه يا مصطفى؟ عايز ايه؟ ليه؟ ايه؟ تاخدها؟ حبيبي عليك حب. بالك عشان مدحت بيقول لك ان في موبايل. المهم فالبلاد تيستس بارير ده ايه؟ ولا حاجه. بس انت زي ده هو الحاجز اللي ما بين السيرتوري سيلز وبعضها. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق حاجز ما بين الدم والسبرمز؟ قال لك علشان خاطر نمنع حاجتين يخشوا جوه ونسمح بحاجتين يخشوا جوه.
معلش هو مين اللي عنده الضغط السوبرايور التايل جانكشنز اللي ما بين السنتر والسنتر وبعضها مين الحاجتين اللي انت هتسمح بحركتهم يا ودي قال لك الحاجتين اللي انا الاول همنع حركتهم قال لك رقم واحد اي ماده مضره هذا الفول سبستنس هو الدم ده ممكن يكون فيه بلاوي سودا شويه سموم شويه ادويه شويه 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 انا مش عايزهم يخشوا للسبرايور همنع رقم اثنين انا همنع عبور الانتيجينيك سبستنسز من جوه البلد يبقى انت في حاجه هتمنعها من بره جوه اللي هي المواد الضاره اللي في الدم وفي حاجه انت حاجه هتمنعها من جوه البلد اللي هي مين يعني هي اسمها انتيجينيك سبستنس بقى قالك واحنا بنصنع السبل بيبدا يظهر بعض المكونات اللي الدم عمره ما شافها طب وطالما الدم عمره ما شافها يبقى هو ما يعرفهاش طب ولو دخلت بقى الدم دلوقتي هيعتبرها ناس غريبه يوم يصنع ضدها يوم يهاجم التستس نفسها يدمرها لا يا عم مش عايز الكلام ده يحصل قال لك حاضر البلاك تيست بارير هيمنع عبور الانتيجينيك سبستانس من جوه البلد امال مين اللي انت هتسمح بعبورهم بسهوله قال لك انا هسمح بعبور بعض الاسترويدز استرويدز زي ايه اول حصه زمان في الدكاية كنا بنقول ان انت بتعرف الكيميكال نيتشر بتاعه الهرمون من الغده بتاعته وارجوك ارجع ذاكر بقى اول ما اقول لك اسم الغده المفروض تعرف النيتشر بتاعتها الغده دي اللي اولها بي بتطلع بروتين هرمون بيتيوتري بنكرياس بارا ثايرويد والغده دي اللي اولها مش بي باستثناء الثايرويد بتطلع سكس هرمون سوري بتطلع ستيرويد هرمون يعني لما اجي اقول لك الادرينال كورتكس ستيرويد طب الجونات ستيرويد طبعا قصه الستيرويد ديت بعد شويه لما اكلمك على التستوستيرون اوتوماتيك هنبدا نترجم بعض المعلومات على طول لكن مبدئيا عايز الستيرويد ايوه ليه طبعا انت من شويه عمال تقول ان السكس هرمونز دي مهمه قوي اعديها ولا ما اعديهاش؟ اعديها البلاد تيست بارير اسمح بقول وكمان البلاد تيست بارير بيعمل حركه لولبيه فظيعه جدا يا علي بيسمح بعبور الديفايدنج سيلز بيسمح بعبور ايه الديفايدنج سيلز دي بقى؟ لو انت خدت بالك يا علي الخلايا دي عمالة تنقسم 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 وما تخش جوه طب ما هو الحدث في النص بص بقى اللي بيحصل ايه بص يمين اللي بيحصل ايه انا كنت خليه وبعدين انقسمت فطلعت لقدام وبعدين انقسمت فطلعت لقدام فلقيت الحاجز حاجز هنا تقوم تشتغل البروتيوليتيك انزايمز تشتغل مين عشان كده في البروتيوليتيك انزايمز طلعت سيلز تكسر الحاجز اللي قدامي وفي نفس الوقت في نفس اللحظه يبني حاجز ثاني ورايا بقيت انا فين بقيت انا جوه خالص يبقى ازاي الديفايدنج سيلز بتعدي اعتمادا على وجود البروتيوليتيك انزايمز تكسر الحاجز اللي قدامك وفي نفس اللحظه يكون بيبني واحد ثاني معايا فانكشنز اوف سيلتوري سيلز ممكن جدا تبقى هي سؤال الامتحان بتاع سيادتك فحضرتك تقول لنا انا فانكشنز كام واحده كم واحدة؟ أربعة واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة أربعة البروتكتيف أند سبورتنج والفاجوسيتيك ما بنشرحش فيهم حاجة قوي لكن السكريتوري هنقسمهم لثلاث حاجات اللي هما هرمونز وإنزيمز ثلاث حاجات هما هرمونز وإنزيمز تيوبولار فلويد هرمونز أفتكر منهم على طول الاستروجين بينما الانزيم اللي عندي انزيمين والتيوبولار فلويد هو الميه اللي جوه اللي ما فيهاش لكن فيها كتير وبعدين اجي عند البلاد تيست بارير هو حاجز معمول بالتايل جانكشنز ودوت بيمنع عبور وعبور بينما يسمح بعبور وعبور تمام صور صور بسرعة 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 عمل ايه فيها؟ مش عارفة هعرف دلوقتي تعرفين ايه؟ اه عمر كلمنا عشان يجينا راح قال لي يعرف مدحت شكله بقاله ساعة يوه ماشي على وضعك Thank you.
اخر موضوع يهمني قوي في الميل هو التستوستيرون نفسه. ده بيجي في الام سي كيو كتير جدا وممكن يجي لك حته منه كسؤال بس يعني انا دايما بتوقع في الميل اكتر الفاكتورز بتاعت السبرماتوجينيسيس والسيل تو سيل فانكشن. انما التستوستيرون اول ما نيجي نتكلم عنه فاول حاجه مش اول ما تشوف اسم اي هرمون ارجوك اسال نفسك هو بيطلع منين؟ اعرف اسمه غدد تلاقي نفسك عرفت الجنس. تفرق؟ اه طبعا. طبعا الناس احنا قلنا كلام تفرق بتوعي وهنقوله تاني لكن لغايه ما نعيد فمبدئيا اول ما اقول لك انا بتكلم عن تستوستيرون يبقى طالع من الكولت يبقى سكس هرمون يبقى ستيرويد. تفرق ايه؟ اوتوماتيك يا عم علي حضرتك بتفهم انه بيتصنع من كوليسترول. كويس؟ طيب بيتصنع من كوليسترول اذا هو ليبت. اذا هو يقدر يعبر السيل ميمبرين لوحده. اذا هيشتغل على الريسبتورز جوه في السيتوبلازم. اذا هيخش جوه النيوكليوس يزود تصنيع الدي ان اي ويصنع بروتينات جديده. طيب انا قلت الكلام ده على مين يا عم محمد دلوقتي؟ على التستوستيرون؟ طيب انا وانت ما ذكرناش الدوستيرون. الدوستيرون بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ ادرينال. ده انتوا لسه ممتحنين هيستولوجي. ادرينا الكورتكس ثلاثة زونة، زونة جلوميرولوزا، زونة فاسيكيوراتا، زونة كريليس، زونة جلوميرولوزا بتطلع النيوروكورتيكويدز اللي اهمهم الاوتوستيرون. هو انتوا ليه يعني ليه انتوا متخيلين ان انا بذاكر هيستولوجي يبقى ده هيستولوجي؟ ما كانش داخل معانا اخر مرة ذاكرت اندوكراين كان في نص السنة. يعني الحقيقة الاندوكراين حزين من ساعتها وبيعيط. المهم أرجوك يا جماعة دي بديهيات. أنا بتكلم بجد والله سيبك من مينا أنا مش بعرف مينا دلوقتي أنا بتكلم ما أقصدش يعني والله بس أي حد قاعد أنت لسه النهاردة مش عارف الأوتوستيرون بيطلع منين لسه النهاردة محتاج إن إحنا نقول لك إن الكورتيزول بيطلع من الزونة فاسكيولاتا بتاعت الأدينا الكورتكس أمال التفاصيل اللي جوه هتعرفيها أنت؟ مذاكرها مرة ننساها نعم مذاكرها مرة ننساها الأوتوستيرون بيطلع من الأدينا الكورتكس غدة مش بالبي يبقى النيتشر بتاعته اسمع بقى يا عم واجدي ستيرويد بيتصنع من الكوليسترول بيعدي السيل ميمبرين بيمسك سيتوبلازم ريسبتور هيخش النيوكليوس يزود الدي ان اي ترانسكريبشن عمل بروتين سينثيسيس. انت ذاكرت انا مين انت مذاكر الالدوستيرون؟ لا ولا بس انا اوتوماتيك اول ما قالوا لي الالدوستيرون عايز طالع منين قلت ده لوحدي. طب اقول لك كمان معلومه عن سنين الالدوستيرون اللي احنا مش مذاكرينه انا وانت ده بيمشي في الدم باوند تو بروتين بيمشي في الدم ايه؟ 98% من الالدوستيرون اللي انا ما بشرحوش يا سلمى ماشي باوند تو بروتين و2% بس هم اللي في ذي. الدكتور كان بيشرح لنا الكلام ده ليه؟ ده احنا بنشرح تستوستيرون هو نفس الكلام 98% مش هو ستيرويد 98% باوند تو بروتين و2% فري. الناس الشاطره بقى حسناء هي اللي بتقعد تمسك بقى ايه؟ غالبا ده جلوبيولين وبالنسبه اقل ده البيومين اغلبيتهم كده بس كام في المية ماسكين في جلوبيولين وكام في المية البيومين؟ لا دي بتاعت الشطار بقى مش انتوا يعني او اتمنى يكونوا انتوا يعني بس مش شايف مش حاسس كده ده عايز سلمى نايمه بقى ربع ساعه امال ولا احمد فوزي ده عمال يروح ويجي يا اخي سبحان الله شايفاني يا سلمى انا ما بتهزش المهم انا بس حبيت اقول لك المعلومات دي عشان انا هكروتك ومش هشرحها لك ولا هنا ولا حتى في الاستروجين والبروجستيرون بعد شويه بعد ذلك ان شاء الله هيبقى عندنا استروجين وبروجستيرون انا مش هشرح ليه مش هشرحهم؟ بيطلعوا من اوفري يبقى جونز يبقى ستيرويد بيتصنع من كوليسترول يعني ليفر بيعدي سيل ميمبرين يمسك سيتولازم كسر حتى لو في تفاصيل صغيره انت ذاكرها مش هتلاقي الدنيا معضله قوي بالنسبه لك. لكن اللي هيهمني قوي دايما وانا بتكلم عن اي سكس هرمون هم معلومتين. الكنترول بتاعه امتى او ازاي بنتحكم فيه لو في تحكم يعني. ثم وظيفه ودي اللي تهمني قوي بقى هو انا اصلا جاي انا بتاع هرمونات يعني بشتغل على وظايف. ودايما هنتكلم على ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه هتبقى دائما
مرحلة الإمبريو. مرحلة دي الإمبريو. جميل. ثم مرحلة التشايلدهود الطفولة. ثم مرحلة ما بعد البيوبرتي أو الأدلت. التستوستيرون يا سادة بيبدأ إفرازه من الأسبوع السابع أو الثامن. وأنت جنين. مش بعد الولادة. ده بعد سبع تمن أسابيع من عملية الفلترايزيشن يا بكر بدأ يظهر التستوستيرون. ليه؟ قال لك أصل لو أنت ولد فأنت عندك واي كروموزوم. هذا الواي كروموزوم عليه منطقة اسمها كده، اسمها سكس ديترمايننج ريجن. اسمها ايه؟ سكس ديترمايننج ريجن. هتبدأ تروح للباي بوتنشال جونادز. ايه الباي بوتنشال جونادز؟ حيتان الإمبريولوجي اللي قاعدة معايا ولا انت حوت ولا بتاع، اديني باقي عن نفسي وخلاص. تقول لك الباي بوتنشال جونادز دي الجونادز اللي احنا لسه مش عارفين نوعها ايه، عندها القدره انها تبقى كده او كده. فلما يجي لها الماده ديت من الواي كروموزوم تبدا يعني تتجه الى ان تصبح تستوستيرون، فيبدا يتصنع التستوستيرون على طول. حلو. طب انت ليه يا دكتور اشرف بتصنع التستوستيرون من بدري قوي كده، يعني الاسبوع السابع او الثامن؟ تقول لي لا يا بيه، اصل هيعمل وظايف مهمه قوي. اولا هيخش على البرين ويبدا يبقى مسؤول عن الميل بيهيفير، عن الميل ايه؟ وحضرتك حتى لما تتعامل مع الاطفال، وعلى الرغم من اني بعد شويه هقول لك ان التستوستيرون مش موجود في الطفل اساسا، بس هتلاقي ان الولد غلط من اول سنه. يعني انا عندي بنتي وابني، بنتي اهل خيرك يا ابو الله يخليك يا محمد، ربنا يكرمك والله. بنتي بنت هادية، يعني ايه بنت المفروض يعني هادية؟ مش هادية قوي يعني، هادية شوية، تلاقيها ايه بتزعل كده شوية، وعندها أربع سنين بس. امبارح مثلا امبارح جت كده طلعت، وبعدين قامت قعدت جنبي كده وبصت لي كده أربع سنين ونص، تلاقيها إنه دي مالك؟ قامت قايلة لي أنا زعلانة منك. جو البنات بقى ليه يا حبيبتي؟ قامت قايلة لي أصل أنت لما جيت حضنتني أنا بالراحة، وحضنت عمته هبه جامد، عمته هو اختي تمام؟ فانا حضنته هبه جامد وحضنت مين بالظبط؟ من ايه عامله لي كده اهو؟ الولاد ما بتعملش كده على فكره. يعني عندي عمر اول ما اخش من الباب، اول ما اخش تلاقيه عامل كده. ايه ده؟ هو صبيان كده عندهم اجريشن، مع ان الاثنين دلوقتي التستوستيرون مش موجود عندهم. امال مين اللي صنع؟ مين اللي وجه البرين بيهيفير انه هيبقى اصلا كده؟ ده من واحنا لسه امبريوز التستوستيرون عمل الحكايه. تمام؟ كويس. رقم اثنين، هيبدا التستوستيرون يقود عمليات صناعه الاورجنز بتاعت الميل. فيبدا احنا عندنا خلاص الباي بوتنشال جونز بقت تستس، ما تقوليش ان هو اللي بيخليها تستس، هو وجه منين اساسا؟ لكن هيبدا هو يوجه الولفيان دكت انها تبدا تصنع الابيديدينس والفاس ديفرنس، ويبدا يوجه اليوروجينيتال ساينس انه يديني السيمينال فيزيكلز والبروستيت، ويبدا يصنع الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الميل البينس، ويوقف بتاعت الفيميل، ويبدا يعمل ديسنت للتستس، ينزلها في السكلوتم خصوصا في الشهر التاسع. انا اسف، اخر وظيفتين مش التستوستيرون، امال مين؟ قال لك التستوستيرون مش بنفسه، التستوستيرون لابد ان يتحول الى داي هيدرو تستوستيرون. يتحول الى ايه يا رب؟ طب ومين اللي بيحوله؟ قال لك اللي بيحوله انزيم اسمه ريدكتيز. اسمه ايه؟ عشان كده الوظيفتين دول محتاجين مين؟ خدي بالك يا دكتورة، يعني هل التستوستيرون لو اشتغل عليه الاروماتيز هيبقى استروجين، ولو اشتغل عليه الريدكتيز هيبقى هيدرو تستوستيرون؟ وده انا محتاجه علشان عشان ايه؟ الاكسترنال جينيتاليا و سنتر تستس. يبقى انا يا علي حتى لو ما شرحتلكش
حاله من حالات الابنورماليتيز اسمها كده اسمها deficiency of the reductase enzyme, congenital deficiency في الريدكتيز. يعني الانزيم ده مش موجود, حضرتك لوحدك تتوقع ايه اللي هيحصل؟ هيتولد ولد نفتكره بنت. ليه؟ قال لك عشان خاطر الاكسترنال جينيتاليا بتاعته بتاعت الميل ما اتصنعتش واحتفظ بالاكسترنال جينيتاليا بتاعت الفيميل. اصل اللي كان المفروض يعمل الوظيفه دي هو دولي هايبر تستوستيرون. حد فاهم اللي انا بقوله؟ اصل تشايلد هود ما فيهوش تستوستيرون قوي, فهبدا انقل على ما بعد البيولوجي. في ماده بتطلع من المنطقه بسوايا الكروموزوم ده جينات, في مجموعه من الجينات اسمها كده اسمها سكس ديتيرمايننج ريجن, هيبداوا يترجموا الى بروتين. هذا البروتين ماده هتروح للباي بوتنشال جونز تحولهم الى تيست. تمام لسه ضعيفه قوي طبعا, الحاجات دي قليله جدا لما تشوفها. يعني الادلت الادلت اما اجي اكلمك عن الكنترول يا بطل لو سمحت ما تبصليش هنا, بص ليها. احنا اتفقنا اصلا ده المحور المصنع اساسا للقصه بتاعتي كلها. جونادوتوبين ريليزنج هرمون هيعلق يبقى اف اس اتش ال اتش يطلعوا هيبقى سكس هرمون. طب ليه احنا كنا واقفين في التشايلد هود واشتغلنا في الادلت؟ هقول لك بعد لحظات لما ابدا اكلمك عن البيولوجي. حضرتك بقى كأدلت التستوستيرون هيعمل لك ايه ان شاء الله؟ قول لي بص احنا كأدلت هو سكس هرمون, بعد اذنك ايه نركز في كلامنا, نبدا نتكلم عن برايمري سكس اورجان صح, وبعدها نتكلم على ايه؟ على سكندري سكس اورجانز, وبعدها نتكلم على ايه؟ على سكندري سكس كاركترز. ودايما انهم كاتبين في الاخر كده ايه ارز حاجات بقى ايه حواشي بقى كده كلمه مش شاطر كلمه مقرب. هو مين في الغالب سيستس؟ هو سيستس دي كانت بتعمل ايه يا عم سليم؟ سبرماتوجينيسيس. يبقى انا يا عم معين مش هقعد اعيد لك بقى ايه دور التستوستيرون في التستس وعمليه سبرماتوجينيسيس. Combination of meiosis, late stages of spermatogenesis, and important for the health of the germinal epithelium. شكرا. السكندري سكس اورجانز بتاعتك, لك السكندري سكس اورجانز بتاعتي هي مجموعه من الدكتس ومجموعه من الجلانز. هعلق عليهم بعد شويه. ودول بيبقوا محتاجين التستوستيرون علشان يقدروا يحافظوا على نموهم وعلى شغلهم. اذا السكس هرمون التستوستيرون مهم للتستس, اه ما انا عارف وعرفت, ومهم كمان للسكندري سكس اورجانز, اه ما انا عارف. ودلوقتي هقدر اقول الديفلوبمنت اند فانكشن بدون ما نحط تفاصيل. لكن السكندري سكس كاركترز ديت لازم نقف نعلق عليها. هو احنا قلنا مين السكندري سكس كاركترز الطوله؟ قلنا البودي والهير والفويس والسكان. جسم الراجل يتميز بالبلود شولدرز بتاعته ويتميز بقوه عضلاته ويتميز بكنترول معين مستقيم, يعني فوق من الصدر منطقته متسعه تمام, سبحانه الصدر بتاع الراجل اكبر. طب بالنسبه للهير يبدا الهير يبقى في حاجه اسمها سكالب اندنتيشن, الدخله اللي جوه اللي عندنا احنا الرجاله دي اللي عاملها لك هو التستوستيرون. يبدا البودي هير يزيد والسكالب هير يقل, عشان كده الناس اللي عندهم الاندروجين عالي ممكن يصابوا بالصلع. وبعدين يجي يقول لك ان البيوبيك هير هيبقى مثلث لفوق, الايبكس بتاعه هو اللي لفوق. وبعدين الفويس تبدا الفوكال كوردز بتاعتك تتخن. معلش والنبي, هو لما الصوت يتخن يبقى لو بيتشيت ولا هاي بيتشيت؟ لو بيتشيت. طب بقى يلا بالمره, ياثر في الكوكليا فوق ولا تحت؟ فوق. اللونج فايبرز لو بيتشيت في الايبكس. واخر حاجه الاسكان, هنبدا نزود السبيشيوس جلاندز. نزود ايه؟ السبيشيوس جلاندز ديت هي اللي عندها الفرصه انها تعمل حب الشباب, عشان كده الذكور اكثر عرضه ان هم يجي لهم حب الشباب من الاناث. طب اشمعنى احنا عندنا اكثر؟ عندكم ايه يا فندم؟ هل الجيرلز بيبقى حب الشباب اكثر من الولاد؟ ده مين اللي قال كده؟ لا هو مش
هرمونه لا بس هو شكل الام. يعني ايه هرمونه لا بس شكل الام؟ مش فاهم. يعني لو تشوف بنات في نسبه بنات اكتر من اولاد بيطلع لهم حب الشباب. لا مش صحيح. لا صح والله. نسبيا اولاد قليلين قوي والله. والله انا اصحابي كلهم ما عندهمش حب الشباب عادي. ما عندهمش ولا عندهم؟ لا ما عندهمش. كلهم اصحابي اولاد ما عندهمش. اه يعني اصحابي ما عندهمش. لا. والبنات عندهم. دي مشكله في الهرمونات بقى. الاكل بايظ بخبص الدفن. المهم اما اجي اقول لك ايه الحاجات التانيه اللي بيعملها التستوستيرون، قول لي يا بيه التستوستيرون رقم واحد بروتين انابوليك. عشان كده يا مينا عضلات الراجل اقوى من عضلات الست، وعظام الراجل اتقل واقوى من عظام الست. واول حتى حاجه كان الدكتور يعني الدكتور جلال كان بيقولها لك لما تيجي تفرق ما بين عظمه وعظمه، فيقول لك ساعات ايه دي اخف من دي. ليه؟ لان التستوستيرون بروتين انابوليك. وايه كمان؟ بيعمل شويه سلط اند ووتر ريتنشن شبه الاستروجين بس اضعف شويه، يعني بيساعد. ما هو انت مستغرب ليه اشرف؟ مش هو سكس هرمون يعني شبه الاستروجين، والاستروجين ده الاخ الاصغر لمين؟ الكورتيزول، والكورتيزول ده الاخ الاصغر لمين؟ الاستروجين. كلهم بيشتغلوا شبه بعض يعني بس الفرق القوه. لكن الحقيقه ان الدكاتره بتوعنا استاذ الدكتور حسن عيسى زود ان التستوستيرون له مجموعه من البروتكتيف فانكشنز انا مختلف معاه في بعضها الحقيقه. هو قال ان التستوستيرون بروتكتيف ضد الكاردياك ديزيزز، ضد ايه؟ كاردياك ديزيز. بدليل ان الانسان لما يتقدم في العمر قوي بيبدا يجيله جلطات مع انخفاض التستوستيرون. انا مختلف في دي شويه. ليه؟ لان طب ما هو التستوستيرون كان موجود والرجاله بيجيلها جلطات من اول 30 سنه. تمام؟ معدل زياده الجلطات بعد ال 70 هي اسباب ثانيه، ده رايي انا اللي ملوش لازمه. لكن كده الكتاب كاتب كده، له كارديو بروتكتيف زول واحد. رقم اثنين له بروتكتيف زول ضد الالزهايمر. عشان كده الانسان لما بيتقدم في العمر ممكن يجيله زهايمر مع نقص التستوستيرون. وله بروتكتيف زول ضد الاوتو اميون ديزيز، الامراض المناعيه. وعلشان كده الستات هي اللي عرضه اكتر ان تجيلها امراض المناعه من الرجاله، دي صح 100%. دي صح 100%، ما فيهاش كلام. فعلا الستات اكتر بكتير مننا في الالزهايمر سوري في الاوتو اميون ديزيز، وده معناه ان فعلا هم الاستروجين ما بيحميهمش قوي، التستوستيرون بيحمينا احنا فعلا. ده ما فيهاش كلام. تمام؟ ما علينا. ما هو دوت التستوستيرون. حد عايز يوقفني عند حاجه عن في الموضوع؟ كويس. هو بروتكتيف. والحقيقه ان المفروض ان كل السكس هرمونز ليها بروتكتيف زول على البيولوجز. علشان كده بعد ما الانسان يوصل لمرحله متقدمه في العمر تبدا السكس هرمونز تقل فيبدا الالزهايمر يزيد. دي واحده من النظريات اللي بيحمينا هو السكس هرمون. انا ما قلتش عشان ما اكذبش عليك يا سلمى، تمام؟ ده الكلام العام. لكن هل فعلا احنا لاقيين ميكانيزم؟ ما خدي بالك انا ممكن اقول ان هو زاد مع تقدم في العمر ابسط بكثير من ان السكس هرمونز كان بروتكتيف، ان مع تقدم الانسان في العمر بيحصل ابوبتوزس في النيورون، الخلايا العصبيه نفسها بتموت، الموضوع ملوش دعوه بالسكس هرمون. بس احنا دلوقتي مش في مرحله ان احنا ما نبدأش. ده في مرحله ايه؟ الكتاب عيل ايه؟ مين؟ نعم؟ انا لسه هقول لك دكتور جلاندز عموما بس مش عليكي هو بيعمل ايه تحتيه، فهو مهم عشان بيقف عند الدرجه اللي بتطلع خالص. حضرتك الدكتس اللي تعرفها هم مين؟ حضرتك هترد عليا وتقول لي هم رقم واحد الابيديدمز، رقم اثنين الفاز. ابوس ايدك ما تقوليش ان الكلام ده انت ما ذاكرتوش في الهيستولوجي، لان اكيد يبقى انت ما ذاكرتش حاجه ثانيه بقى خلاص يعني. ذاكرته ده الحمد لله. اذا انت مش مستنيني اقول لك ان الابيديدمز ده انبوبه هاي كويت طولها 6 متر. تخيل تعرف يعني ايه طولها 6 متر؟ يعني طولها تقريبا اطول من الحيطه دي جوه التست جوه السلوت. فطبعا هي هاي كويت ملفوفه حوالين بعضها بصوره غير منطقيه. تمام؟ اكيد انت شفت الكلام ده احسن مني يعني. رقم اثنين طولها العظيم ده بيخليها تحتفظ بالسبيرمز، فهي مسؤوله عن الاستورج. واثناء الاستورج دوت هنعمل كمان حاجه اسمها ماتيوريشن. storage and maturation of the sperm. Young sperm. كويس.
من فاز ديفرنس داي قالك الفاز ديفرنس ده في اخر بقى بعد ما تخلص حضرتك الابيدوميس هتلاقي انبوبه ماسكولر قضايق هي ليه ماسكولر قالك علشان تبقى كونتراكتايل طب وليه هي كونتراكتايل قالك عشان خاطر دي اللي هتبدا عمليه الايجكيشن عمليه القذف طبعا الايجكيشن اتلغى لكن الإيجاكوليشن مرحلتين المرحلة الأولانية إني أحرك السبرم باتجاه اليوريثرا ديت هتعملها لك الفاز ديفرنس والمرحلة الثانية هيبدأ يحصل كونتراكشنز في البلب والكابينوزس ماسل ترمي لبرا المهم ده مش مهمتي أوي الجلانز الجلانز اللي عندي ثلاثة أول غدة مهمة أوي هي السيمينال فيزيكلز ورقم اثنين هي البروستات ورقم ثلاثة هم كوبر جلانز والحقيقة ان السيمينال فيزيكال ديت هي الغدة الاهم على اكثر من الناس متخيلة ان البروستات من كتر ما بنسمع اسمها فاكرين البروستات هي المهمة الا ان السيمينال فيزيكال هي اللي بتطلع 60% من السكريشن بتاع السيم وغير ان هم دول اللي بيطلعوا 60% فال 60% دول يتميزوا بوجود حاجات كتيرة قوي بس اوعى تنسى الفاكتوز لان هو دوت الغذاء بتاع السبرم وغير كده فكمان السيمينال فيزيكلز بتطلع فايبرينوجين وده شيء مهم جدا ليه يعني الفايبرينوجين ده مهم؟ قالك عشان خاطر لما حضرتك الميل بيعمل ايجاكيوليشن لازم السيمين اول ما يخش جوه الفيميل جينيتال تراكت يحصل له كلوتنج والا هيقع فاول ما السيمين بيخش بيحصل له ايه؟ بيحصل له كلوتنج فيتكتل السيمين كده جوه ويبدا يبقى ماسك في نفسه بقدر يقول طب ما هو طالما ماسك في نفسه ما اتحركش هنشوف بعد شويه وبعد شويه ايه ما تيجي اقول لك ان البروستات بتطلع 30% واهم حاجه بتطلعها البروستات انزيم اسمه فايبرينوجين اسمه ايه شوف يا اخي سبحان الله بقى طب بعظمته اذا ربنا سبحانه وتعالى خلى سيمينال فيزيكال طلعت ايه فايبرينوجين وهو طالع يوم جاي مع مين فايبرينوجين فاول ما سيمين يخش اول حاجه الفايبرينوجين يحصل له اكتيفيشن يبقى كلوتس يبدأ بقى الفايبرينولايسين يشتغل عليه يكسره واحدة واحدة فيبدأ السبرمز تتفك وتتحرك تتفك وتتحرك ما هي كده كده اكتسبت الموتيليتي بتاعتها وبيحصل بقى عمليات انا ما شرحتهاش زي عملية الكباسيتيشن عملية الكباسيتيشن ان وجود السبرم جوه الفيميل جينيتال تراكت بيزود قدرته على الموتيليتي المهم يبقى هيبدأ يطلع الفايبرينولايسين وكمان هذا الفلويد بيبقى الكوين وده شيء مهم ليه مهم؟ قال لك عشان الفاجينا بتبقى اسيدك فالاسيديتي كانت هتموت السبرمز لولا ان البروستات طلعت فلويد الكالاين وكمان البروستات بتطلع حاجه اسمها بروستات سبيسيفيك انتيجين اسمها ايه؟ هذا البروستات سبيسيفيك انتيجين مهم جدا لان وجوده جوه السيمن بيكسر حاجه اسمها سيمينوجيلين اسمها ايه؟ سيمينوجيلين السيمينوجيلين ده ماده بتبقى مكتفه للسبرم فما بيعرفش يتحرك يوم البروستات سبيسيفيك انتيجين يكسره فيبدا السبرم يتحرك وتزداد الموتيليتي بتاعته الغريب يا دكتور ان احنا لقينا ان البروستات سبيسيفيك انتيجين ده موجود برضه في الدم طب موجود في الدم بيعمل ايه مش عارفين بس الحقيقه فايز ان وجوده في الدم خدمنا لان احنا بدانا نقيسه وبدأنا لما نلاقيه عالي نفكر ان العيان عنده التهابات في البروستات بروستاتايتس او عنده بروستات كانسر عنده ايه؟ سرطان البروستات كوبر جلاند بيطلعوا شوية ميوكس قبل ما يحصل الإيجاكيوليشن اصلا علشان يعملوا لوبيزيكيشن لليوريثرا اثناء حركة السيم تمام؟ secondary sex organs يعني مش من المواضيع المحورية قوي بالنسبة لحضرتك دكتور ايش الاشياء؟ ايه؟ الأشياء المحذوفة خالص تقفل ورق يعني هتلاقي عندك السيمن والسبرم نفسه تركيبه وهتلاقي عندك البينس و اعتقد دول اللي في الميل تمام ما هو البينس نفسه بالإيجكشن والإيجاكيوليشن تمام السيمن أنا لسه اعتقد تمام في الفيميل بقى هتلاقي الكونتراسبشن وهتلاقي عندك اللي هو الفيتال جرافت البينوبوز مش فاكر اتلغى السنة دي ولا لا يعني ما بدها الورقة موجودة يا أشرف يبقى عندك الإيركشن والإيجاكيوليشن والهيومن سبرماتوزوا والسيمن وبعدين عندك المينوبوز والكونتراسبشن والفيتال جرافت أند إمبلانتيشن
اوصل مع حضرتك للحلقه بس. لا ذاكر الاثنين لو سمحت. تمام. ابدا اكلمك عن البيولوجي. ايه بقى البيولوجي؟ بص يا معلم. انا كنت تشايلد فما كنتش بعمل جاميتوجينيسيس، اذا انا لم ابلغ. ثم دخلت في مرحله العلوم وبدات اعمل جاميتوجينيسيس، اذا انا بلغت. اذا نحو بلغت. هو فترة النضج، النضج بتاع مين؟ بتاع الجونز أو بتاعة السكس أورجانز. يعني إيه نضجهم؟ نضجهم يعني قدرتهم على أداء وظيفتهم. هي إيه وظيفتهم؟ الجينيتوس. يبقى إيه هي البيوبرتي؟ البيوبرتي هي period of maturation of the gut to achieve جينيتوس. عرف قولها بقى زي الكتاب، قولها من دماغك. المهم تشوف الثلاث كلمات دول. هي فترة من نضج الجونز. ما معنى نضج الجونز؟ يعني قدرتهم على ان هم ينفذوا الجيميتوجينيسيس. معايا كده يا معلم؟ صعبة؟ ده تاني، ده في الشيء تاني. Period of maturation of gonads to achieve جيميتوجينيسيس. طيب، لكن الحقيقة ان الماتوريشن بتاع الجونز مش بس بيبان في الجيميتوجينيسيس. الجونز لما بتبقى وصلت الماتوريشن غير الجاميتوجينيسيس هتبدا تطلع السكس هرمون. ما احنا قلنا اشرب بقى الجونادز اساسا جايه تعمل جاميتوجينيسيس، بس وهي بتعمله بتطلع كمان مين؟ حلوه. اقول لك يا معين، اذا السكس هرمونز ظهرت، تقول لي طيب انا هقول لك بقى اعراض البلوغ المانيفستيشنز اوف بيوبرتي. هقول لك قول يا عم معين. هتقول لي بص يا بيه، في ثلاث حاجات مرتبطين اكثر بالفيميل منارك. الفيرست منسترال سايكل تظهر عند الفيميل، وتلارك الجروث اوف ذا بريست عند الفيميل، وبيوبارك الحقيقه دي مش عند الفيميل، دي عند الفيميل والميل، وهي الجروث اوف ذا بيوبيكال. لكن anyway الاثنين دول اكيد بتوع الفيميل بس. وبعدين تيجي رقم اربعه وهي الجروث سبيرت. جروث سبيرت دي مهمه قوي، اسمها طفره البلوغ. ليه بيحصل طفره في البلوغ عند البيولوجي؟ الناس اللي ذاكرت اندوكراين عارفين ان الجروث هرمون من ضمن الحاجات اللي بتزوده السكس هرمونز، من ضمن الحاجات بتزوده السكس هرمونز. يقول لك اذا مع نضج الجونادز بدا السكس هرمون يزيد، فبدا الجروث هرمون يزيد، فيبدا التطور بتاع النمو يقفز. تبدا الفيميل بدري شويه، ما بين 11 سنه ل 12 سنه ونص كان الواد والبنت ماشيين جنب بعض، وبعدين يجي الواد يبص ثاني يوم يلاقي البنت بقت قد كده. ايه اللي حصل؟ قفزت البلوغ. سنه ونص بعدها بقى يبدا هو من 12 ونص ل 14 سنه يحصل له هو جروث سبيرت، ومش اي جروث سبيرت. ليه؟ اصل يا وقتي بعد البريك هقول لك ان الاستروجين من ضمن الحاجات اللي بيعملها انه بيقفل الابيفيسز. بيعمل ايه؟ اذا هو زود معدلات النمو، بس في نفس الوقت قافل الليمفوسيس. فالبنت تطلع بسرعه 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 بس هوبا تقوم قافله. وتلاقي البنات دايما اقصر منك. ليه؟ اصل الاستروجين قفل لهم الليمفوسيس بتاعهم بدري بدري. تعالى اخر واحده في علامات البلوغ اسمها الادرينالك. اسمها ايه؟ ادرينالك. ايه الادرينالك ده؟ لكن الادرينالك ده هو زيادة إفراز السكس هرمونز من الأدرينال كورتكس. منين؟ من الأدرينال كورتكس. هي الأدرينال كورتكس بتطلع سكس هرمونز؟ اه. الظالم يا مفتن، ما أنا عمال بقالي ساعة أقول لك زون جلوميريوزا ألدوستيرون، زون فاسيكيولاتا كورتيزول، زون ريتيكيولاز سكس هرمونز. طب إيه اللي خلاها تزود؟ قال لك الحقيقة إن الـ ACTH ما اتغيرش. وده الهرمون اللي بيشتغل على الأدرينال كورتكس أصلاً. هما ليه اللي خلاها تزود صناعه الادرينال هرمونز يا عم وجدي؟ تقول لي يا دكتور الاحتمال الاولاني ان يكون هناك تغير في الانزيم سيستم. يعني
قال لك يعني الزونة اللي تكريلات بعض إنزيماتها ما كانتش بتشتغل، مش مركزة انها تصنع أنتوجين. في مرحلة البلوغ بيركزوا يصنع فبدأ الأنتوجينيزم. العلماء اكتشفوا دلوقتي أن هناك أدرينال ستيميوليتنج هرمون بيحفز الأدرينال إنها تطلع أنتوجين بس. أنت فاهم حاجة من أنا بقول؟ طب هو بالنسبة للفيمين الأنتوجين دوت ممكن يعني نقلبه إيه بعد كده؟ نقلبه إستروجين. الإنزيم اسمه؟ الحقيقة إن دي أعراض وأعراض مش صعبة، لكن هو السؤال المهم في الحدوتة، طب ليه بقى؟ مش فاهم يعني. يعني ليه أنا ما كنتش بلغت؟ وبعدين فجأة بلغت. إيه بقى اللي حصل يعني؟ لكن اللي حصل إن الجونادز نضجت اشتغلت. الجونادز نضجت ليه؟ قال لك عشان الـ FSH والـ LH زادوا. الـ FSH والـ LH ما كانوش زايدين ليه؟ أقول لك أصل الجونادوتروبين ريليزنج هرمون كان موجود. بس ما كانش بلسطايل. بس ما كانش يعني ايه ما كانش بلسطايل؟ بص يا عم سليم، الجونادوتروبين ريليزنج هرمون عنده مشكله، وكل الهرمونات عندها نفس المشكله، بس دي باينه قوي في الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. لو فضل يطلع بمعدلات مستمره الريسبتورز بتاعته بتزهق منه، فتعمل حاجه اسمها داون ريجوليشن. حاجه اسمها يا حسن يعني ايه داون ريجوليشن؟ يعني عددهم يقل. يبقى الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بس مش شغال، مش شغال، يبقى الـ FSH والـ LH مش موجودين. طب الـ FSH والـ LH مش موجودين يبقى الجونادز مش شغال. لا طب وايه اللي مخليه يعني يبقى طالع بالصوره ديت؟ قال لك اللي بيخليه يبقى طالع بالصوره ديت يا دكتور نواف ان هناك نيورال ميكانيزم هو اللي مخليه ما يطلعش بالسطح. في كونكشن معينه مش عارفينها بالظبط جوه البرين هي اللي مخليه ما يطلعش بالسطح. واللي بيحصل ايه بقى عند البلوغ؟ قال لك اللي بيحصل عند البلوغ ان هذا النيورال ميكانيزم بيقف، فيبدا الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ما يطلعش باستمرار، وانما يطلع بلسطايل دفقات. يبقى في دفقه في جونادوتروبين ريليزنج هرمون وبعدين يقف، فالريسبتورز مش لاقيه، فتطلع تطلع تطلع، يوم هو جاي يشتغل يقل يوم هو يقف، فيطلعوا تاني يوم جاي يشتغل يقل يوم هو يقف. فكده بدا يشتغل، بدا يشتغل، فبدا يظهر FSH والH. بدأ يظهر FSH والH ثم الجونادز تشتغل ثم تعمل الحاجتين اللي هما ايه؟ جاميتوجينسيس وتطلع سكس. حد فاهم حاجة من اللي انا بقوله؟ مين مش فاهم؟ كويس. إذا الفكرة كلها أن الجونادوتروبين ريليزنج هرمون أصبح بلسطايل، أصبح ايه؟ بلسطايل. طب ايه برضه اللي خلاه؟ يعني ايه اللي وقف النيورال ميكانيزم؟ بصراحه يا دكتور عشان ما اكدبش عليك احنا مش عارفين. ما نعرفش ايه اللي بيوقف النيورال ميكانيزم في وقت معين، احنا ما نعرفش لغايه النهارده. بس في نظريات بقى. بعض الناس قالوا ان هناك جيناتكس. بعض الناس قالوا ان الموضوع هيريديتري او هناك كورليشن. مش هيريديتري يعني. انا شد. هناك كورليشن ما بين المذر اند دوتر. يعني شوف الام بلغت امتى هتعرف البنت بتبلغ امتى. غالبا هي حاجه مرتبطه بالجيناتكس برضه في الاغلب. يعني بعض الناس قالوا لا ده الموضوع مرتبط بالنيوتريشن، التغذيه السليمه تخلي الانسان يبلغ في وقت معين. بعض الناس قالوا ان الموضوع مرتبط بالاماكن الحاره جيوغرافيكال، عشان كده الناس اللي عايشين في الخليج عارفين ان البلوغ هناك بيبقى بدري قوي اكتر من المناطق البارده. بعض الناس قالوا عن الكريتيكال بودي ويت وتاثير الاوبيزيتي. ايه ده بقى؟ قال لك ان في هرمون اسمه ليبتين. فايز كان نايم ساعه قلنا الليبتين ده. الليبتين ده فايز كان عندك هنا سبرماتوجينيسيس 8 فاكتورز، 5 هرمونات و3 مش هرمونات. الخمسه هرمونات الاتش اف اس اتش اندروجين اكتيفين وانهيبين وادرز، الادرز كان مش عارف ايه وايه وايه وليبتين. وكان دور الليبتين ايه؟ انه بيساعدنا في البيوبرتي. يا اخي شوف يا اخي الايام بتلف والدقايق بتلف ونلاقي نفسنا رجعنا تاني للمعلومات اللي احنا قلناها من شويه. فيقول لك يعني الليبتين ده مهم عشان البيوبرتي؟ يقول له اه. طب الليبتين بيطلع منين؟ قول له من الادبوستش. يبقى حضرتك لازم تبقى واكل كويس وتوصل لكريتيكال بودي ويت، يعني وزن كويس، يوم الليبتين يطلع فتبلغ. قال لك الله يعني الناس التخان دول الليبتين بقى يزيد عندهم؟ قال لك لا،
لو تخنت قوي بيطلع هرمونات مضاده للليبتين تخليه ما يشتغلش. اسمع اشرف الكلمه تاني، كريتيكال بودي ويت. يعني ايه كريتيكال بودي ويت؟ يعني وزن معين. اقل منه مش هتبلغ. طب اكتر منه بكتير مش هتبلغ برضه. ليه؟ كلمه الصدر هرمون؟ هرمون ايه؟ كويس. ماشي يا دكتور، البيوريتي سهله. ايه المشاكل بتاعت البيوريتي؟ بص يا سيدي، لما حد يقول لك ايه مشاكل البيوريتي؟ قول له حاجه من اتنين، يا بلغنا بدري تبقى بريكوشس، يا بلغنا متاخر تبقى ديلاي البيوريتي. بريكوشس بيوريتي يعني بلوغ مبكر. وهنا في نوعين. النوع الاولاني اسمه بلوغ مبكر كاذب سودو، والنوع الثاني اسمه بلوغ مبكر حقيقي ترو. انا عكسه معلش عشان احنا ماشيين زي الكتاب برضه متحضرين. ترو وسودو. ايه رايك يا كرم؟ تفتكر ايه الفرق؟ هاي اشرف. ترو بيطلع ايه؟ ده بلغ فعلا. يعني ايه بلغ فعلا؟ افتكر تاني يا اخي تعريف البلوغ. Period of maturation of quality to achieve. هو ده البلوغ. بلوغ يعني جاميتوجينيسيس. بلغت يعني شكلك بلغت. ماشي، في جاميتوجينيسيس؟ اه، يبقى ترو. شكلك بلغت، في جاميتوجينيسيس؟ لا، يبقى انت ما بلغتش، انت كذاب. شكلك بلغت بس. الجاميتوجينيسيس محتاج ايه؟ الجاميتوجينيسيس محتاج دول وده. جيميتوجينيسيس محتاج اف اس اتش وال اتش واحتاج سكس هرمون، صح؟ ما هو نفس الكلام احنا قلناه دلوقتي دوت هنعيده تاني في الفيديو. اذا من المؤكد ان انا شغلت السيستم ده بدري. شغلت السيستم ده بدري ازاي يعني يا حسنان؟ قال لك يعني النيورال ميكانيزم وقف بدري. ممكن يبقى بنيال بودي تيومر. ايه البنيال بودي ده؟ ده حاجه كده في البرين جنب الهايبوثالامس. ساعات الورم ده يضغط على الهايبوثالامس نلاقي النيورال ميكانيزم وقف لوحده. ممكن يبقى هايبوثالاميك ديزيز. ممكن يبقى ايه؟ هايبوثالاميك ديزيز وقف النيورال باثواي ده بدري. الغريب بقى ان في حاجه اسمها جونادوتروبين ريليزنج هرمون اندبندنت. ايه ده بقى ان شاء الله؟ قال لك ده الاف اس اتش والال اتش قرروا يطلعوا بغض النظر عن ده. مش عايزين. ده المفروض ما بيحصلش. ده حاجه نادره قوي. هم دايما مستنيين الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، بس في العيان ده بقى لا، هم قرروا يطلعوا. قرروا يطلعوا فبقوا موجودين. طالما بقوا موجودين هيروح للجونادز تقوم تعمل ايه؟ جاميتوجينيسيس، لان هي كمان هتطلع مين؟ سكس هرمون. صح يا اشرف؟ بدون اي تيومر او اي حاجه ولا حاجه. هو لقيناه بقى كده في جاميتوجينيسيس. اه، طب انت عندك بنيه موضوع تيومر؟ لا، عندك مشكله ولا اي حاجه. هو جاميتوجين اندبندنت. طب لو واحد بلغ وكذاب. بلغ وكذاب يعني شكله بلغ بس مفيش جاميتوجينيسيس. يعني ايه بقى؟ قال لك اصل الظهر سكندري سكس كاركترز. اصل الحقيقه يا حسناء ان السكندري سكس كاركترز مش محتاجه دول. محتاجه مين؟ سكس هرمونز بس. اذا هناك تيومر طلع السكس هرمونز. طلع ايه؟ تيومر ده فين بقى؟ مش مهم. ممكن يبقى في الادرينال كورتكس، بس الادرينال كورتكس طلع سكس هرمونز. وممكن يبقى في الجولد في التست طلع تستوستيرون، في الاوفر طلع استروجين. ايا كان استروجين زاد او التستوستيرون زاد يبقى السكند سكس كاركترز ظهرت. الراجل او الست شكله بلغ. بتعمل جاميتوجينيسيس يا عم الحاج؟ لا. ليه؟ اصل ما عنديش دول، ما عنديش اف اس اتش ولا اتش. يبقى حضرتك ما بلغتش، انت عندك سودو بريكوشس بيوريتي. عندك ايه؟ انتوا فاهمين ولا وقعتوا مني؟ فاهمين؟ ايه ليه بيوريتي يعني؟ قال لك يعني تيومر في الادرينال او في السكس اورجان نفسه في الجونز. هو تيومر في التست. مالك؟ هو طلع ايه؟ ممكن هنا او هنا.
هي الادينا جلاند بتطلع سكس هرمونز والجونادز بتطلع سكس هرمونز سواء الورم هنا او هنا طالما السكس هرمونز ايه ما هو طالما في سكس هرمونز بس من غير اف اس اتش ولا اتش مفيش جامد جونز صح ايه الديلي بيورتي الديلي بيورتي هو حد اتاخر في البلوغ اتاخر في البلوغ ليه تقول لي والله يا بيه جايز يكون ترنر سندروم ايه ترنر سندروم ده ده الناس اللي بتتولد وهي اكس او فدول اصلا عمرهم ما هيبلغوا او في احتمالات تانية بقى في احتمالات تانية زي مثلا الهايبوجوناديزم يعني ايه هايبوجوناديزم يا رنا يعني عندهم مشاكل في الجونز طبعا عندهم مشاكل في الجونز يبقى لا في جاميتوجينيسيس ولا في سكس هرمونز فمش هيبان ان هم بلغوا قوي معايا مبدئيا هو ديليت كان ربنا احسن احنا بقى مش عارفين السبب الساعه دلوقتي 3:10 3:30 ان شاء الله هنكمل في الميل بقى ان شاء الله نتكلم بقى في الفيميل ريبرودكتيف سيستم مين نتكلم في الفيميل خلونا نتفق برضه ان احنا هنمشي بنفس المنطق ايه نفس المنطق يعني احنا اول حاجه عايزينها هي الجاميتوجينيسيس والمضاد الجامد بتاع الفيميل هي الاوفر فعايزين نعمل عمليه بقى اسمها اوجينيسيس اسمها ايه اوجينيسيس ايه بقى الاوجينيسيس ده صناعه الاوفر هنبدا برضو بنفس الخلايا سلمى اللي هي اوجونيا اكيد مش عايز سلمى تقولي اجلنا الفينيا من المضاد هنسميه اوجونيا ويبدا الاوجونيا دوت ينقسم ويبدا عند الاسبوع السادس الى الثامن تبدا الاوفر تحوط نفسها كده بمجموعه من الخلايا طبقه واحده اسمها جرانيولوزا سيلز ويبقى اسمها بليمولديال فوليك اسمها بليمولديال فوليك وتبدا هذه البليمولديال فوليك عمليه انقسام ميوزي وفجاه الكلام ده يحصل عند الشهر الخامس وعند الشهر الخامس وهي بتعمل فيرست ميوزيس يا سلمى يتوقف في الفيرستوز ليه؟ قالك علشان هيبدا يطلع مواد من الجرانيولوزا سيلز نفسها ايه اللي هيوقف الفيرستوميوزيس مواد من الجرانيولوزا سيلز نفسها هذه المواد هتوقف عمليه الانقسام هيقف الانقسام خالص وتتوقف الخليه في المرحله دي تقف قد ايه بقى؟ تقف ان شاء الله حوالي على الاقل 15 سنه على الاقل قد ايه؟ 15 13 ل 15 سنه يعني هنفضل طول مرحلة التشايلد هود ما بنعملش أي حاجة. قاعدين كده زي ما احنا. وبعدين لما نخش بقى بعد البيورتي يبدأ عملية الانقسام ديت هناخد بعد شوية مجموعات وكل مجموعة تخش معانا لفة واحدة منهم هي اللي هتكمل هذا الانقسام الميوزي. أي أن الانقسام الميوزي توقف فترة طويلة جدا 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 تقدر بسنوات. وهذه السنوات العلماء سموها الديكتايوتين ستيج سموها ايه؟ يبقى ايه هي الديكتايوتين ستيج يا دكتورة؟ تقولي لي دي الفترة اللي توقف فيها الفيرست ميوزيس قد ايه؟ تقولي لي يا بيه ده واقف عندي من الشهر الخامس وانا امبريو وانا امبريو كانت لسه جنين البنت ووقف من ساعتها الفيرست ميوزيس وفضل واقف سنين طويلة وبعدين كل شهر يبدا مجموعه من الفوليكلز تخش فواحده منهم تكمل الفيرست ميوزيس الفترة الطويلة اللي هو وقفها ديت اسمها ايه اسمع؟ اسمع؟ راجع من البريك عايز تنام يا محمد؟ ده كم ساعة؟ عايز كده؟ لا والله ما كملناش ساعة ما قلتش ساعة؟ قلت لا مش كل ما نقعد ساعة كاملة بريك هو كده بيقول لك بيبدا بعد ميعاده ساعة ويكون بريك ساعة ويطلع بريك ساعة ويشتغل نص ساعة. ماشي اشوفك. إذا حضرتك وقفت في مرحلة الفيرست ميوزيس فترة طويلة هنسميها إيه مع بعض؟ ديكتايوتين ستيج هنسميها إيه؟ ديكتايوتين ستيج. أنا مش سامع يا وجدي اسمها إيه؟ ديكتايوتين ستيج. اسمها ديكتايوتين ستيج. طيب. طول ما أنا كنت قاعد كانت الخلايا بتاعتي ديت يا حسناء قاعدين في حاله اسمها بريمولديال فوليكل اللي هي ايه بريمولديال فوليكل يا دكتوره اللي هي الاوفر حواليها اللي هي واحده من خلايا اسمها جرانيولوزا سيلز اسمها ايه؟ جرانيولوزا والحقيقه ان في الاول الاوفر بتبقى كتير جدا يعني عدد الفوليكلز ديت بيبقى عدد يقدر بتاع 2 مليون
وبعدين مع الولاده يقل هذا العدد الى 450,000، ولما حضرتك الست بتيجي تخش في اثناء السايكلز بتاعتها في الريبرودكتيف اريا العدد بيقل تاني، والخلايا عماله تموت وتموت. لكن ما تزعلش على حاجه يا فايز، هو كل الفيميل محتاجاه طول حياتها اصلا 450 فوليكل تعمل بيهم الاوفوليشن. يبقى من 2 مليون احتمال كبير قوي ان ادخن ست هتقعد معاك في الريبرودكتيف بيزن بتاعتها هتعمل اوفوليشن لقد ايه؟ هتعمل اوفوليشن ل 450 فوليكل بس. كويس، دي الفكره المبدئيه، لكن اكيد مش ده الكلام المهم. الكلام المهم بتاعنا جوه الفيميل في جينيتاليا او الفيميل ريبرودكتيف سيستم ينقسم الى مجموعتين من الخلايا. المجموعه الاولانيه هي الاوفيليان سايكل، ثم المجموعه الثالثه بعد شويه هنسميها اليوتراين سايكل او الاندوميتريال سايكل. خلينا الاول مع بعض يا حسناء نتكلم عن الاوفيليان سايكل ونقسمها الى اربع مراحل. ايه المراحل الاربعه بتاعتك؟ حضرتك هتقولي المرحله الاولى هنسميها مع بعض مرحله الفوليكولار جروث. هنسميها مرحله ايه؟ الفوليكولار جروث. طب المرحله الثانيه هتقولي حضرتك دي مرحله جروث اند ماتوريشن اوف وان فوليكل. وان ايه؟ وان فوليكل، فوليكل واحده. ثم هذه الفوليكل الواحده هيبدا يحصل فيها الحدث الاهم وهو الاوفيوليشن. وبعدين نكمل بعد كده الفترة الأخيرة في مرحلة اسمها اللوتيال ستيج. مرحلة اسمها ايه؟ اللوتيال. السايكل دي بتاخد قد ايه؟ السايكل دي الفيميل بتاخد معاها 28 يوم زائد أو ناقص 3 أيام، يبقى كل 28 يوم زائد أو ناقص 3 أيام الأوفري بيحصل فيه لفة سايكل. السايكل دي بتبدا بايه؟ السايكل دي كالعاده اكيد الناس كلها مستنيين يقول طبعا اني هبدا بمجموعه من البريمورديال فوليكلز. اما انت عارف احنا واقفين في الحاله دي اصلا من زمان، من ساعه ما كنا امبريوز. هناخد من هذه البريمورديال فوليكلز من 10 الى 15 يبداوا يلفوا معانا. شكلهم كان عامل ازاي البريمورديال فوليكلز ديت؟ انا افكرت تاني، كانت الاوفم محاطه بطبقه واحده من الجرانيلوزا سيلز. وتبدا هذه البريمورديال فوليكل، وطبعا الناس لسه ممتحنه الهيستولوجي عارفين الكلام اللي انا بقوله ده احسن مني، فخليني افكرك بسرعه. هبدا اتحول من بريمورديال فوليكل الى برايمري فوليكل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هتقول لي ولا حاجه يا دكتور، كل اللي حصل ان الاوفم كبرت شويه واصبحت محاطه بكذا لير من الجرانيلوزا سيلز، بدل ما هي لير واحده بقوا كذا لير. نعم 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 الواضح انك كنت ترسم لي يا مستر. واسع وانا كده بعرف ارسم. بس يا محمد ما تقفش يا محمد الفتره الجايه ولا انت بتتريق؟ لا طب ليه كل حصه بيقول حاجه اللي هو يخليه ما يقفش طول الحصه؟ نبيل ده طالب هايل، ده هيمشي في الحياه. برافو. رقم ثلاثه، هتبدا تتحول البرايمري فوليكل الى بري انترال فوليكل. واضح ان طالما عندك حاجه بري انترال يبقى اكيد بعدها هتخش ويبقى اسمك انترال فوليكل. كويس. طب ايه الفرق ده؟ قال لك البري انترال فوليكل ديت هي فوليكل اوفم حواليها طبقات كتيره من الجرانيولوزا سيلز زادت اكتر واكتر في العدد، لكن الجديد بقى ان ظهرت خلايا جديده اسمها الثيكا سيلز. اسمها ايه؟ الثيكا سيلز. وهذه الثيكا سيلز نوعين. النوع الاولاني هو خلايا بره اسمها ثيكا انترنال، ولكن النوع اللي بره او الثيكا اكسترنال ده عباره عن فايبرس تيشو. اصبحت دلوقتي الفوليكل دي اسمها ذي انتر فوليكل. ايه اللي جد عليا؟ اللي جد عليا ان ظهرت الثيكا سيلز. هذه الثيكا سيلز عباره عن طبقتين، طبقه من الخلايا السكريتوري او الجراندولر محاطه بطبقه فايبرس تيشو اسمها ثيكا اكسترنال. يبقى ثيكا انترنال وفوقيها ثيكا اكسترنال. وبعدين نوصل مع بعض للانتر فوليكل. ايه بقى الانتر فوليكل؟ قال لك هي بس الكافيتي. يعني ايه الكافيتي؟ قال لك هتيجي الاوفم دي اللي حواليها مجموعه كبيره من الجرانيلوزا سيلز كذا طبقه هيبقى اسمهم مع بعض الكورونا لاتيتا، ودول هياخدوا جنب وهيبدا بقيه الفوليكل يبقى فيها كافيتي.
هذا الكافيتي محاط بالثيكا انترنا اللي حواليها من بره زي ما حضرتك عارف هيبقى فيه ثيكا اكسترنا. فظهر الانترم اهو. ما هو الانترم؟ هو كافيتي عمالين نرمي فيه سكريشنز لنا هنا واخفى. انا عملت ايه؟ انا بدات الشهر مع الفيميل ولقيت ان عندها 10 الى 15 ديمورديال فوليكلز، كل اوفر محاطه بطبقه واحده من الجرانيولوزا سيلز، وبعدين بدات تتجه انها تبقى برايمري فوليكل يعني زودت الطبقات، وبعدين بقت بري اونترال يعني ظهرت الثيكا سيلز سواء ثيكا انترنا وهي سكريتوري او ثيكا اكسترنا وهي فايبرس، ثم ظهر كافيتي فاصبح اسمها اونترال فوليكل، يعني بقوا ال 15 كلهم عندهم خليه اوفر حواليها جرانيولوزا سيلز كتيره في ناحيه اسمها الكاميولوس او اوفرس. اسمها ايه؟ كاميولوس او اوفرس. ولكن هناك بعد كده كافيتي وبره برضه في كاسيلز. وهنا لازم نقف لحظه مهمه قوي، لازم نقف عند اللي بيخلي التطور دوت يحصل. اللي بيخلي التطور دوت يحصل خصوصا من البري اونتر الى الاونتر هو ان الثي كاسيلز هتبدا تصنع اندروجين. الثي كاسيلز هتبدا تصنع ايه؟ يبقى الثيكا طلعت ايه؟ اندروجين تحت تاثير ال LH. تحت تاثير ايه؟ ال LH. قامت الجرانيولوزا سيلز خدت هذا الاندروجين وبانزيم اسمه اروماتيز، عارفينه ده، وتحت تاثير ال FSH حولته الى استروجين. شكرا. اذا الفوليكل بتاعتي هي اللي عماله تطلع استروجين. بدات يعني ضغط الفوليكلز تطلع استروجين، الاستروجين ده تتصنع على مرحلتين، الاول الثيكا طلعت اندروجين، وبعدين قامت واخده مين؟ قامت واخده الجرانيولوزا سيلز ومحولها الى استروجين بنفس الانزيم الحسنيه اللي انت عارفاه اسمه اروماتيز. وبدانا دكتورنا نحط هذا الاستروجين ونعبيه جوه الكافيتي، ومع زياده الاستروجين فالاستروجين بيبدا يحفز الخلايا انها تستجيب اكتر لل LH فتطلع اندروجين اكتر، فالجرانيولوزا تطلع استروجين اكتر، وتبدا العمليه تزيد وتلعلع، والجرانيولوزا سيلز تزيد والفوليكل تكبر ونطلع استروجين اكتر، وهكذا وهكذا. فعمليه النمو عماله تزيد، وطبعا الاستروجين عمال يزيد. كويس. انت خدت بالك ان انا رسمت لك الانتر فوليكل في نفس المكان بتاع الوان فوليكل؟ اصل هي بعد شويه من ال 10 او ال 15 دول في واحده بس اللي هتكمل. والواحده اللي هي الكرانه هنسميها الجريفيان فوليكل. نسميها ايه؟ هي نفس الشكل بس بتكبر اكتر في الحجم لدرجه ان حجمها بيوصل الى سنتي ونص او 2 سنتي سليم. كويس؟ طب اشمعنى يعني دي دون عن بقيه ال 15 اللي هتكبر؟ قال لك اصل ديت اكيد عندها highest number of FSH receptors. يبقى هي ديت اكتر واحده بتطلع مين؟ استروجين، فاكتر واحده عماله تكبر. رقم اثنين دي اللي هيبقى عندها الهايست فاسكولاريتي، بتاخد اغلبيه البلاد سبلاي اللي داخل الاوفري. رقم ثلاثه ان الباقيين هيبداوا يغلطوا ويطلعوا حاجه اسمها سترونج اندروجين. اسمها ايه؟ ايه بقى السترونج اندروجين ده؟ قال لك دي اندروجينز قويه يصعب تحويلها الى استروجين. يعني الباقيين ما بقوش عارفين يعملوا استروجين، فبقت مين الوحيده اللي بتطلع استروجين؟ اللي هي الجريفيان. فبدات هي عندها الهايست نمبر اوف ريسبتورز وعندها دم كتير، فبدات هي عماله تكبر تكبر، والباقيين مش عارفين يطلعوا استروجين، فبداوا يتراجعوا يتراجعوا يتراجعوا، بيحصل لهم اتريزيا. يبقى ال 14 ماتوا وواحده بس اللي كملت، اللي هي مين؟ الجريفيان فاكر. ونوصل عند اليوم ال 14. وعند اليوم ال 14 يجي الحدث الاهم وهو الاوفيليشن. ايه بقى الاوفيليشن ده؟ الاوفيليشن هو عمليه الاكستروجن اوف ذا اوفم انتو ذا بريتونيال كافيتي. خد بالك يا معين ان انا لغايه دلوقتي قاعد جوه ايه؟ قاعد جوه الاوفري. 10 15 فوليكل جوه الاوفري هم اللي قاعدوا يكبروا، 14 راحوا ماتوا، واحده كملت كبرت وعماله تكبر، وصلت للمرحله احنا في اواخر اليوم ال 13 داخلين على اليوم ال 14. اليوم ال 14 دوت لما يجي علي عايزين نرمي الاوفم دي بره. هنعمل ايه؟ قال لك 18 ساعه قبل الاوفيوليشن هيبدا يحصل كذا حاجه. اول حاجه واهم حاجه ان الاستروجين هيكون زاد قوي، اعلى ليفل الاستروجين
هذا الاستروجين ليفل العالي هيعمل حاجه غريبه جدا اسمها بوزيتيف فيدباك. احنا متعودين في الاندوكراين عموما علشان انا شلت الطبقه ده اسمه ايه وديت مين ودي مين الجون الهايبوثالاموس بيطلع حاجه اسمها والدوين هتطلع و وبعدين ديت ومطلع السكس هرمونز سواء استروجين او استروجين استروجين او بروجستيرون المفروض يرجعوا يقولوا لدول شكرا. يعني ايه شكرا؟ يعني نيجاتيف فيدباك يعني اوف. دايما قاعده ان طالما هرمون طلع هرمون الهرمون اللي طلع يا سلمى بيقول اللي طلعوا ايه متشكرين قوي ايه اللي انت انت معايا سليم. ولكن فيما قبل الاوفيوليشن ب 18 ساعه الاستروجين بيوصل لارقام غريبه والارقام الغريبه او الليفل العالي اللي هيوصله دوت هيبدا يقلب الى بوزيتيف فيدباك بحيث ان ال اتش هيعلى ويحصل حاجه اسمها الانتمايزنج هرمون سيرج. حاجه اسمها ايه؟ الانتمايزنج هرمون سيرج. وهيبدا ولاول مره يظهر البروجستيرون. يظهر مين؟ وهيبدا يكتمل الفيرست مايوزس. ياه ده انا كنت نسيت يا دكتور ان احنا كل دوت لسه واقفين في الفيرست مايوزس. طيب اذا اكتمل الفيرست مايوزس وظهر البروجستيرون واخش على فيو اورز بيفور اوفيوليشن. هنا تقريبا الكتاب بتاعنا كاتب المعلومه بالترتيب ده. كاتب ان الانترايزنج هرمون سيرج مش هنا. هي مش فاكره. احنا مش عارفين بالظبط يا بكر التوقيت لكنه اكيد قبل الاوفيوليشن بساعات تمام. فهتحطه هنا هتعدي هتحطه هنا زي الكتاب اكيد ده الاصح. انما في النهايه الليترايزنج هرمون سيرج اللي حصل ومعاه البروجستيرون اللي بدا يظهر هيبداوا يعملوا حاجتين في منتهى الاهميه والخطوره. ايه الحاجتين اللي في منتهى الاهميه والخطوره؟ هيزودوا الفاسكولاريتي بتاعت الفوليك القوي وهتبدا تظهر بروستاجلاندينز هم دول اللي بيعملوا الفاسكولاريتي وهيبدا يشتغل بروتيوليتيك انزيمز. اشتغل ايه؟ ايه بقى اللي هيحصل نتيجه للكلام ده كله؟ قال لك نتيجه للكلام ده كله هتيجي المنطقه بتاعت الدريفيان فوليكل دي عند الحته دي كده الفاسكولاريتي عاليه وحضرتك عملت تزود السكريشنز والدم كتير والضغط بيزيد والبروتيوليتيك انزيمز تبدا تاكل الحته دي وحضرتك الفاسكولاريتي عاليه والسكريشنز بتزيد والضغط بيعلى والبروتيوليتيك انزيم تاكل الحته دي وهوبا نعمل اكسبانشن فتطلع الاوفر من الاوفر. هو ده ايه؟ هو ده موضوع يا اشرف الاوفيوليشن. فتطلع الاوفر تلاقي نفسها في البلوتونيال كافيتي. وشوف بقى هنا قيمه الاناتومي. تقوم تلاقي نفسها بالظبط قدام الفابريتد اند اوف ذا فالوبيان تيوب اللي عماله في هذا التوقيت وهنعرف بعد شويه عماله تشتغل وتعمل كده. عشان تربط الاوفر وتبدا تحركها باتجاه الامبولا اوف ذا فالوبيان تيوب. ناس كتير انهال مكملين هنا. بس انا مش هكمل هنا. انا هرجع تاني هنا. هو مين اللي هنا؟ ده الاوفري. انا عايز اشوف انا ما زلت جوه الاوفري فعايز اشوف هو لما حضرتك رميت دي بره البقايا ديت حصل فيها ايه؟ قال لك البقايا ديت تحولت الى الجسم الاصفر او الكوربس ليوتيوم او ايه؟ الكوربس ليوتيوم. ايه الكوربس ليوتيوم دوت يا رامي؟ هتقولي لي ده خلايا ان الجرانيولوزا سيلز هقول عليها الجرانيولوزا ليوتين. والفيكا سيلز هقول عليها فيكا ميوتين ويبدا يبقى فيهم انكلوجنز اوف ليميتس كتيره ويبدا يبقى فيهم اندوبلازميك ريتيكولم كتير وجولجي ابارتس كتير. مين اندوبلازميك ريتيكولم؟ سوري على الكلام جولجي ابارتس. وبعدين يا سلمى قال لك اصل الحاجات ديت احنا هنستخدمها في صناعه هرمونات. مين الهرمونات اللي احنا هنكمل صناعتها؟ قال لك هو الكوربس لوتيوم ربنا خلقه علشان يطلع لك استروجين وبروجستيرون. يطلع لك مين؟ استروجين وبروجستيرون. اذا ما زال الاستروجين والبروجستيرون موجودين اهو. وعمالين يعلو ويعلو ويعلو لغايه ما يجوا عند نقطه مع ارتفاعهم يبداوا يعملوا نيجاتيف فيدباك. وده الطبيعي. نيجاتيف فيدباك على مين؟ على الاف اس اتش والال اتش. والحقيقه ان الاف اس اتش والال اتش هما اللي كانوا مشغلين
اكون مسلوتين. فالنيجاتيف فيدباك هيوقف دول. يوم الكل مسلوتين يحصل له حاجه اسمها انفوليوشن. فلما يحصل له انفوليوشن يوم الاستروجين والبروجستيرون يروحوا، يقوم ينتهي السايكل لان هيبدا يظهر تاني الفساد شو ال اتش من جديد، فيبداوا يشغلوا مجموعه جديده من البريمورديال فلويد. مين فاهم؟ الكل بسطتين هو بقايا الاوفم او بقايا الفوليكل. تمام؟ انت لميت الاوفم بالكورونا ديت اللي حواليها لميتها بره. يتفضل عندك مجموعه من الجرانيولوزا سيلز والثيكا سيلز، هيبدا لونهم يصفر شويه بسبب الليبيد انكلوجنز. مين اللي هيحافظ على وجود هذا الكولبستوتيم؟ الاف اس اتش والال اتش بيحافظوا عليه ليه؟ عشان يفضل يطلع لك استروجين وبروجستيرون. الهدف ان لو في حمل البروجستيرون زي ما هنشوف بعد شويه يحافظ لك على الحمل. تمام؟ فيبدا الاستروجين والبروجستيرون يعلو 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 لغايه ما نوصل عند مرحله ان هم يعملوا نيجاتيف فيدباك فيوقفوا ده. طب لما دول يوقفوا الكولبستوتيم هيموت. طب الكولبستوتيم لما يموت دول هيقفوا، يوم دول يظهروا تاني بس خلاص ما بقاش الكولبستوتيم، امال هم جايين يعملوا ايه؟ تاني بدي اقول لك اللفه من الاول. تمام؟ وما لو حصل حمل ايه اللي هيحصل؟ هيعيش الكولبستوتيم ازاي؟ قال لك اصل البلاسينتا هتبدا تطلع حاجه اسمها هيومن كوريونيك جونادوتروبين. الله، طب الهيومن كوريونيك جونادوتروبين هيخلي الكولبستوتيم موجود ويطلع استروجين وبروجستيرون، طب ما هو ممكن يعملوا نيجاتيف فيدباك. قال لك لا، الهيومن كوريونيك جونادوتروبين لا يستجيب للنيجاتيف فيدباك بتاع الاستروجين والبروجستيرون. معايا؟ تمام. حيتان الهيستولوجي اللي قاعدين معايا، طبعا عارفين وفاهمين الاندوميتريا سايكل. ايه الاندوميتريا سايكل دي؟ هي التغيرات المناظره اللي هتحصل جوه اليوترس. جوه اليوترس يا اشرف الاندوميتريا بتاعنا اللي بست هتلاقي في طبقه اسمها بيزل وطبقه ثانيه اسمها ريجنريتف، يعني هي دي اللي عماله تقع ونجيبها وتقع ونجيبها. الفيميل هتمر يا وجدي بثلاث مراحل جوه الاندوميتريوم بتاعها. الثلاث مراحل، اول مرحله اسمها بروليفراتيف فيز، ثم مرحله اسمها السكريتوري فيز، ثم مرحله المنستريشن او المنسز. بس عايز اعرف ايه؟ انا عايز اعرف الزمن، وعايز اعرف مين الهرمون المسؤول، وبعدين عايز اعرف التغيرات بقى. التغيرات في ايه؟ تقول لي التغيرات في الحاجات اللي موجوده اللي هم مين؟ اللي هم الابيثيليوم اخباره ايه؟ والجلاند اخبارها ايه؟ والبلود فيزلز اخبارها ايه؟ وبالتبعيه الثيكنس اخبارها. خلينا اشرف نتفق على حاجه، ان انا بادئ هنا من تقريبا من بدايات الاوفيريان سايكل بس مش بالظبط. ليه مش بالظبط؟ قال لك علشان لما بيموت الكولبستوتيم ده بيموت في اخر يوم، باليوم مش يعني يوم 27، فبعد يوم اللي هو اليوم ال 28 بيبقى الاستروجين والبروجستيرون قالوا خالص. فلما يقلوا خالص هيقعد الجدار بتاع الرحم يقع لمده 5 ايام، يقعد لغايه مده ايه؟ ودي فترة المنستريشن. يبقى المنستريشن هياخد من اليوم الأول إلى الخامس. يبقى آخر مرحلة إحنا كاتبينها هي أول مرحلة بالنسبة للأوفيريان سايكل. بالظبط، لأن الأستروجين والبروجستيرون بقوا قليلين قوي، فبدأ الإف إس إتش والإل إتش يظهروا وبدأوا يزودوا يحركوا البريمورديال فوليكلز. يعني أثناء المنستريشن بتاع الفيميل بتبقى الفيميل بدأت السايكل الأوفيريان الجديدة. معايا؟ كويس. إذا البروليفراتيف فيز هتاخد من اليوم الخامس إلى اليوم 14، وبعدين السكريتوري فيز هتاخد بقى الباقي من ال 14 لغاية اليوم ال 28. من المنطق يا دكتور إن أنا لو سألتك مين الهرمون الأساسي بتاع البروليفراتيف فيز؟ تقول لي الهرمون اللي عمال يطلع فوق خالص دوت من الجرانيولوزا سيلز اللي اسمه الاستروجين. بينما في السكريتوري فيز الهرمون الجديد اللي ظهر مع الاوفيوليشن واللي الكولبستوتيم مركز معاه قوي اللي هو اسمه بروجستيرون.
طيب يا علي الاندوميت زياده بيحصل في ايه في البلوريثا فيز؟ ارجوك خد بالك ان ما كانش فيه اندوميت زي مصر. يعني ايه؟ يعني انا بدات من مرحله ان انا وقعت ده خالص. اذا كل حاجه لسه بتن. يعني انت لو مش عايز تحفظ تعال عند الثلاثه دول واكتب كده بلوف. الليبيثيميوم لسه بينمو والجلاند لسه بتنمو والبلاد فيزلز لسه بتنمو ويوصل في النهايه الاندوميتريوم الى ان الثيكنس بتاعه يبقى من 3 الى 4 ملم. كويس. طب ولما نخش في المرحله السكريتوري معنى انها سكريتوري ايه يا سليم؟ ارجوك يا راجل تخليك فاكر ان البروجستيرون هو هرمون جاي عشان يحافظ على حمل محتمل. فجاي يعمل ايه؟ جاي تعب الدنيا مواد غذائيه. فيقول لهم ايه؟ الاندوميتريوم سيلز تبدأ تعبوا سكريشنز ويبقى اسمكم ديسيديوال سيلز. اسمهم مين؟ تلاقي الخلايا بتاعت الابيثيليوم مليانه اكياس كده فيها سكريشنز. والجلاند تبدأ تبقى سكريتوري تبدأ تفرز بكميات كبيره. والبلاد فيزلز تبدأ تبقى دايليتد. اند تورشوس. فيبدا الجدار يتخن ويوصل الى من 5 الى 6 ملم. يبقى حضرتك من اليوم الخامس الى اليوم ال 14 الاستروجين جه قعد يخلي الليثيوم يكبر وبدات الجلاندز تنمو وبدات البلاد فيزلز تنمو. من اليوم ال 14 جه كمان البروجستيرون خلاهم يزودوا العمليه ويركزوا ان هم يصنعوا بلاد فيزلز بقت دايليتد اكتر وعماله تبقى تورشوس تجيب دم كتير والابيثيليوم عمال يصنع هو كمان مواد غذائيه في اكياس وحتى الجلانز عماله تطلع ميوكس علشان لو الحمل جه وبعدين يتفاجئوا كلهم ان مفيش حمل فالكوربستوتيوم مات فلما الكوربستوتيوم الاستروجين والبروجستيرون ماتوا او وقفوا فلما الاستروجين والبروجستيرون وقفوا البلاتفيلز اللي كانت دايليتد وتورشوس عشان البروجستيرون موجود ما لقيتش حد يحافظ عليها فحصل فيهم ايه؟ حصل فيهم فاسكونستكشن. فقام حصل ايه؟ كل الطبقات اللي فوق ديت بدا فيها مناطق تموت فصاي اوف نيكروزس يبدا اجزاء في الرحم هنا تموت وهنا تموت وهنا تموت وهنا تموت عشان الرحم خلاص ما بقتش شغاله ويفضل اجزاء تموت وتلزق في بعضها اجزاء تموت وتلزق في بعضها وبعموتهم يبداوا يطلعوا البروستاجلاندينز توم البروستاجلاندينز ترجع تعمل فاسو دايليتيشن بس بعد فوات الاوان لان جدار الرحم مات خلاص فالفاسو دايليتيشن اللي هيحصل ورا جدار الرحم ميت هياخد جدار الرحم ميت ويوقعه فيبدا يحصل ديستروكشن وازاي ازاي لما يعمل فاسو دايليتيشن بيوقع ايه ازاي لما بيعمل فاسو دايليتيشن بيوقع تعالى نتخيل ان احنا حاطين هنا ورق حائط وقمنا جايبين شويه ميه وراه وزودناهم هيقوم عامل ايه في الورق؟ واخد اول صح كميه البلد اثناء المنستريشن بتعتمد على ايه؟ تعتمد طبعا على الثيكنس بتاع الاندوميتريوم ادي واحد اثنين تعتمد على ان الست بتكون بتاخد ادويه سيوله ساعتها هتجيب بليدنج اكتر ثلاثه تعتمد على لو الست عندها مرض بيعمل لها سيوله زي مثلا ثرومبوسيتوبينك بيربرا او هيموفيليا سي على فكره هيموفيليا سي بتيجي في الستات الناس الشاطره عارفين كده ايه وبي هم دول اللي 6 سنتيمتر وبالتالي دول اللي هم اكسلنت ريسيسيف دول اللي ما بيجوش في الستات انما هيموفيليا سي بتيجي في الست عادي عادي حد فاهم يقول لك هنا معلومه مهمه يا دكتور سليم علشان سليم مش انا اسمه بص يا سليم بيقول لك ايه بقى؟ ان جدار الرحم الميت والدم اللي كتير اللي جوه ده بيئه خصبه جدا ان الست يحصل عندها فاجينال انفكشنز ويوتراين انفكشنز وتتبهدل فربنا سبحانه وتعالى خلى الاجزاء الميته تبتذل الخلايا البيضاء فكان الست في الفتره ديت عندها حاجه اسمها اللوكوزيه حاجه اسمها ايه؟ لوكوزيه يعني خلايا بيضاء كتيره قوي عشان تدافع عن الرحم بتاعها لو حاولت البكتيريا تستغل الموقف وتخش تحت المنطقه بتاعتك معايا صعب الكلام ده الكلام ده مهم جدا 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 ثانيه واحده بس الجزء بتاع ايه
الخلايا التانية احنا لغايه دلوقتي مش فاهمين لسه بصات، بس في يعني الماتيول اوفيريان فوليكل الماتيول جيفيان فوليكل هي ديت الوحيده اللي بتكمل انها تطلع الاندروجين عادي اللي بيتقلب لاستروجين. الباقيين بقى بيحصل عندهم غلطه تخليهم يطلعوا اندروجين مختلف غير قابل انه يتحول الى استروجين، يعني ما تشغليه عليه الاول ما تيجي ما بيتحولش برضه. لا هي عموم مش الفكره مش ان المناعه عموما اقوى، المناعه في منطقه اليوترس عاليه تمام؟ عشان احنا وبعتنا كانك عارف ان المنطقه دي منطقه ضعيفه فقمت بعت معسكر ما تجيش يقعد فيها بقى تمام؟ ان بعض البيورتي اصبح بانسا طايل تمام؟ دول اللي بيعملوا كنترول للعمليه بتاعت الفيميل ريبرودكتيف سيستم او عمليه الجميل جنسي في الفيميل. طبعا زي ما هو بس بيعملوا كنترول في الفيميل ده بيعملوا كنترول في الفيميل والميل هما نفس بس هو المحور ده هو ده شكلها مع بعض تمام؟ يعني زود كده هنا كلمه جميل جنسيس يبقى كده حضرتك ده الريبرودكشن كله قدام عيني. طب تعالى ناخد من فوق ناخد الجلوكوتروبين والريليزنج والريليزنج هرمون عرفنا انه بيطلع بصوره بلسطاري في دفقات كل 60 الى 90 دقيقه. لكن يا ترى ايه اللي بينظم هذا الجلوكوتروبين ريليزنج هرمون؟ قال لك اللي بينظم شغله حاجتين اساسيتين. اولا السايكيك فاكتورز يعني بعض العوامل النفسيه، وثانيا حاجه اسمها فيدباك. والفيدباك دوت ممكن يبقى نيجاتيف وده العادي، ممكن يبقى بوزيتيف وده الغريب. بس يعني ايه سايكيك فاكتورز؟ قال لك يعني لو في مشاكل نفسيه عند الفيميل زي ايموشنال ستريس ممكن الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بتاعها يتلخبط. طب لو اتلخبط يبقى كل السايكلز تتلخبط. فتيجي الست لحضرتك لو حضرتك دكتور نساء تقول لك يا بيه انا الدوره الشهريه عندي ملخبطه، بلاقيها مره بعد ثلاث اسابيع، مره تقعد تجيب شهرين مش عارفه في ايه، ولا حضرتك ايموشنال ستريس تقول لك اه لا بس هو ده لا لخبط الجلوكوتروبين ريليزنج هرمون عندك. والست اثناء الرضاعه عندها هرمون اسمه بيرولاكتين، وهذا البيرولاكتين كان بيعمل حاجتين في حياته. اولا بيروح يزود صناعه اللبن الميلك برودكشن، وثانيا بيعمل نيجاتيف فيدباك على الجلوكوتروبين ريليزنج هرمون. كويس. طيب ايه اشكال الفيدباك؟ تقول لي والله بيه الفيدباك حاجه من اثنين، يا نيجاتيف يا بوزيتيف، والنيجاتيف حاجه من اثنين. الاستروجين والبروجستيرون كاتبين احنا هناك ان هم بيعملوا حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، صح؟ كويس. وكمان ده اسمه بايرت. وكمان الاوبيويدز والجابه برضه بيعملوا نيجاتيف فيدباك. وده يبقى اسمه اندايركت. ليه اندايركت؟ تاثير غير مباشر، لكن اهم من ده معلومه مهمه قوي برضه. ده معناه ان لو في ست حضرتك عندها سبب دائم للالم، عندها وجع مستمر، هيضطر جسمها عشان يتعامل مع الالم انه يشغل البين كنترول سيستمز، فهتبدا الاوبيويدز عندها تزيد، فتبدا تعمل نيجاتيف فيدباك على جونادوتروبين ريليزنج هرمون، فتبدا الدوره بتاعتها تتلخبط. السايكلز بتاعتها مش منتظمه. ليه؟ لان مش لازم تبقى في ايموشنال ستريس دلوقتي، ولكنها في حاله الم مزمن ومستمر، فبدات تزود الاوبيويدز في الدم. عايز بس.
امال ايه بوزيتيف فيدباك بقى؟ بص فيدباك وانت لسه قايله الدكتور من شويه، انا الاستروجين ومعاه البروجستيرون لو وصلوا ليفلز معينه في الحاله دي بس بيعملوا بوزيتيف فيدباك يؤدي في النهايه الى اليوتيلايزنج هرمون سيرج. معايا؟ صعب الكلام؟ دكتور الايموشنال شجاره ايه؟ الايموشنال شجاره الريجيليشن. ما هو الايموشنز بتبقى مؤثره في مناطق الليمبك سيستم، الليمبك سيستم جزء منه الرايت سيرفس، فبيحصل خلل في المنطقه دي في الرايت سيرفس نفسه بيبقى مشغول. لكن الحقيقه ان اهم هرمونات الفيميل على الاطلاق هو بالتاكيد مش الكونات التوربين ريليزنج هرمون، اهم هرمونات الفيميل هما الاستروجين والبروجستيرون. الحقيقه ان انا لما اجي اكلمك عن الاستروجين والبروجستيرون وبما اني بحب كدوتك دايما فمن البديهي ان في حاجات انا مش هشرحها. ليه مش هشرحها؟ لاني بتخيل ان ساكت بقت عادي خالص. حضرتك انا اول ما كتبت الهرمونين دول فانت اوتوماتيك قلت هو الاستروجين والبروجستيرون دول بيطلعوا منين؟ لقيت نفسك بتقول دول بيطلعوا من الجونادز، اذا هي مش غده بحرف البي، يبقى لازم النيتشر بتاعتهم ستيرويد يبقى بيتصنعوا من كوليسترول يبقى ليمت يبقى هيخشوا يمسكوا فيه سايتوبلازم ريسبتورز يخشوا لحد النيوكليوس ويبداوا يشتغلوا على الريسبتورز جوه النيوكليوس ويبداوا طبعا الريسبتور في السايتوبلازم. لكن ليهم حاجه اسمها جينوميك اكشن، اسمهم ايه؟ جينوميك. جينوميك يعني ايه؟ يعني يخشوا على الجينز بتاعت الدي ان ايه يزودوا الدي ان ايه ترانسكربشن يا عم وجدي فيبدا يظهر بروتينات جديده في الخلايا. بس خلينا اقول لك معلومه بقى، ان غير هذا الجينوميك اكشن فكل من الاستروجين والبروجستيرون له نون جينوميك اكشن. يعني ايه نون جينوميك اكشن؟ يعني بيشتغل يعمل حاجات ثانيه غير انه يخش الدي ان ايه ويصنع بروتينات، في حاجات ثانيه ممكن يعملها. زي ايه بقى؟ قال لك والله ممكن يزود الايون ترانسبورت، ممكن ممكن ممكن، انما يعني في نون جينوميك اكشنز كمان. كمان يا مينا احنا زي ما قلنا ان دول ستيرويد هرمونز يبقى غير فكمان هم مش ماشيين في الدم لوحدهم، وانما 98% ممسوكين في بروتينز، قد يكون جلوبيلين وقد يكون البيومين، والبروجستيرون هو الوحيد اللي بيمسك في البيومين اكثر من دول. و2% بس هم اللي بيبقوا فري. ولما تيجي لحضرتك تتكلم عن الميتابوليزم بتاع اغلبيه السكس هرمونز فانت عندك كذا احتماليه، الاحتماليه الاولانيه انك تحولهم لحاجه اسمها 17 كيتو ستيرويدز بس ده تستوستيرون. انما الاستروجين وجزء من التستوستيرون بيتظبطوا في الليفر في حاجات اسمها بلوك يورونيك اسيد او سلفيت ويبداوا يترموا جوه اليورين. لو بنظبطهم في مواد اسمها بلوك يورونيك اسيد او سلفيت ونبدا نرميهم في الشارع في اليورين. ده مش هو ده قضيتي. انا قضيتي المهمه دلوقتي الحقيقه هي الاكشنز بتاعه الدنيا. وبما ان انا هكلمك على اكشن بتاع سكس هرمون فلو سمحت حضرتك مستنيني اكيد اكتب هنا واحد ملون اثنين ثلاثة أربعة طيب ماي سكس اورجنز هم مين؟ هو الاستروجين بيعمل ايه في الاوفريه؟ يعني انت قصدك على الاوفريان سايكل هو مهم عشان الفوليكل الضخم ومهم علشان الماتوريشن اوف ذا ديفين فوليكل ومهم عشان يعمل اليوتيلايزنج هرمون سيرج اللي عملت اصلا عمليه الاوفريشن. طب البروجستيرون تقول البروجستيرون ممكن يبقى ليه دور في الاوفيوليشن احتمال مع انه ظهر يا دوبك قبل الاوفيوليشن على طول لكنه اكيد ليه دور في المحافظه على الكوربس. اذا انت عارف الكلام ده قديم. مين هم البرايمري سكس اورجنز؟ تقول لي يا بيه البرايمري طبعا ثواني معلش انا دخلت على الادلت على طول.
طب هل الاستروجين والبروجستيرون موجودين في الامبريولوجي في الامبريو؟ ايوه طبعا كانوا موجودين في الامبريو، بس البروجستيرون ملوش لازمه. الاستروجين هو المسؤول عن الديفلوبمنت بتاع الفيميل جينيتاليا. طبيعي جدا يعني، ومين اللي هيخلي الفيميل تبدا تصنع يوترس وفاجينا وفالوبيان تيوبس؟ هو الاستروجين المسؤول عن الكلام ده. انما اللي يهمنا اكثر طبعا هو الابيض. سكند سكس اورجانز هم مين؟ تعالى بقى نبدا من الاول. نقول ان احنا عندنا يوترس، واليوترس دوت عبارة عن اندوميتريوم ومايوميتريوم، وبعدين عندنا سيرفكس عنق اللحم، وبعدين عندنا فاجينا، وبعدين عندنا فالوبيان تيوبز، وبعدين عندنا الماماري جلاند. ايه انا مش هتكلم يا حسنين، ما انا اكيد لما اقول لك استروجين دوره ايه على الاندوميتريوم هتقومي حضرتك كاتبالي ايه دي؟ اللي هي حصل فيها ايه؟ الابيثيليوم والبلاد فيزلز والجلاند كلهم حصل فيهم جلاس. طب لما اقول لكم البروجستيرون كان مسؤول عن ايه هتقولوا لي؟ سيكريت ريفيز. الحقيقه قبل ما اكمل انا عندي حل هايل يا فايز. ايه رايك ان احنا قبل ما نكمل نكتب كلمة تحل لنا نص المشاكل؟ ايه الكلمة دي؟ لو سمحت، الاستروجين هو الهرمون اوف فيمينينيتي، هرمون الانوثة، بينما البروجستيرون هو هرمون البريجنانسي، هو هرمون الحمل، المحافظة على الحمل بمعنى ده. احفظ الكلمة دي كويس قوي، هتفرق معاك كتير. لان لما اجي اقول لك هو الاستروجين بيعمل ايه في المايوميتريوم هتقولي ده مش بتاع الحمل، بالعكس ده بتاع الولاده. ده بتاع ايه؟ يعني ايه بتاع الولاده؟ تقولي يعني ده حضرتك هيبدا يزود الكونتراكتايل بروتينز بتاعت المايوميتريوم، ويبدا يزود الاكسايتابيلتي يعني يخلي عضلات الرحم عايزه تنقبض، ويبدا يزود الفاسكولاريتي، ويبدا يزود الاوكسيتوسين ريسبتورز. يا ده الاوكسيتوسين ده هرمون بيخلي الرحم ينقبض. ايوه كل دوت الاستروجين عمله عشان يساعد في عمليه الولاده. يا اسف انا مش هشرح لك الليبل مع انه عليك، بس انا ما كلمتكش، اصل انت لو قعدت تقرا الليبل مش هتلاقي فيه جديد اكتر من الكلمتين اللي انا بقولهم لك دلوقتي. بس طب والسيرفكس؟ قال لك انا الاستروجين انا موجود قبل الفيرتلايزيشن، يعني الحمل ما حصلش، واحنا الحقيقه نفسنا ان الحمل يحصل لسه، فعشان كده هنخلي السيرفايكال ميوكس يبقى ثن رفيع خالص. ليه؟ قال لك عشان السبرم يعرف يعدي. كويس. طب وعلى مستوى الفاجينا؟ قال لك الفاجينا انا بزود الاسيديتي بتاعتها عشان احميها من الانفكشن، ومش خايف، مش خايف على السبيرم، اصل كده كده البروستات بتطلع حاجه اسمها الكلامي فلويد. طب والفالوبيان تيوب؟ انا الحقيقه نفسي الحمل يحصل، فعشان كده انا هزود الموتيليتي بتاعت فالوبيان تيوب عشان خاطر اربط الاوفم لو حصل لها اكسكلوجن. طب والمامري جلاند؟ قال لك انا دوري ابني المصنع، اعمل فيه جروث، ابدا اكبر البريست واعمل فات ديبوزيشن، وابدا ازود عدد الجلاندز اللي موجوده مبدئيا. طب الناحيه الثانيه بقى البروجستيرون يعمل ايه؟ قال لك لا، انا هرمون المحافظه على الحمل، وبالتبعيه انا لو جيت على المايوميتريوم هعكس كل اللي هو عمله. انا مش هقدر اقلل الكونتراكتايل بروتين، اكيد ما الكونتراكتايل بروتين اللي موجود مش هشيل، بس هقلل الفاسكولاريتي،
وهقلل الاكسايتابيلتي وهقلل الاكسيتوسن ريسبتور وحتى هقلل الاستروجين ريسبتور، عشان هو الاستروجين لما بيجي هو اللي بيعمل البلاوي السوداء دي، فانا هقلل الاستروجين ريسبتور عشان المايوميتريا ما يعملش الكلام ده. انا كده بقلل المايوميتريا الاكسايتابيلتي قوي كده، لو في حمل ان شاء الله نحافظ عليه. بقلل الاسكورتيزون ايه؟ ازاي بقلل الاسكورتيزون زي ما انت بتقول؟ ده بالنسبه للاندو او البلازمز بتاعت الاندو. تمام. سيرفيس يا بيه، انا جيت بعد اليوم ال 14، يعني حاجه من اتنين، يا اما السبرم عدى والفلترايزيشن حصل يا ما حصلش. في الحالتين في داهيه الاسبرمات اللي هتيجي بعد كده، انا كده كده هخلي السيرفايكال ميوكس يمزك. طب والفاجينا؟ قال لك هخليها هي كمان تعمل افرازات ثيك. طب وفالوبيان تيوب؟ قال لك انا مش عايز الموتيلتي في حاجه، ما هو يا الحمد حصل يا ما حصلش، انا دلوقتي هزود السكريشنز. هتزود السكريشنز ليه؟ قال لك اصل الفلترايزيشن اول ما بيحصل بيحصل في الامبولا او ذا فالوبيان تيوب، يعني لو في زايجوت الزايجوت اول ما يتوجد هيبقى في الفالوبيان تيوب، لو سمحت غذيه، انا المسؤول عن الموضوع ده. طب وبالنسبه للمامري جلاند؟ الاستروجين بنى المصنع والبروجستيرون هو اللي بيزود مكن الصناعه، يعني هو دوت اللي بيزود الجلاند ويخليها تبقى سكريتوري. يا اشرف انا مش هشرح لك اللاكتيشن مع انه ما تلاقيش، بس انا ما عنديش جديد اقوله. اصل عمليه اللاكتيشن بتعتمد على ان الاستروجين يجي يعمل جروث جوه المامري جلاند، يبدا يعمل جلاند وداكتس، وبعدين البروجستيرون يجي على الجلاند ديت ويخليها تبقى سكريتوري، وبعدين يجي البرولاكتين يعمل الميلك برودكشن، وبعدين يجي الاوكسيتوسين يخلي العضلات تنطرد عشان يعمل ميلك اجكشن. شكرا. قوم نعم. وانا احسن طيب على الاقل هتحقق في اول النوم كده في اول الحلم. نعم. نعم. يلا هاجي هاجي يلا زع شوية زمايلك يا اخي. اه يا جماعه معلش والله انا كنت عايز اقعدكم، بس هاجي هو اللي مصمم يفضل قاعد. عارف يا رودي كانت تعبانه رودي مستنيينك عايز واحده كان زمان خلصت. يلا اقعدوا كلكم على وجهي بقى. اقعدوا اقعدوا يا اقعدوا اقعدوا مفيش حد كمان الفيلم بتاع السنه اللي فاتت قمار ولا كهف. حصل ايه السنه اللي فاتت؟ نفس اللي بيحصل دلوقتي لكن اه ايه؟ ولازم يحصل. نعم؟ يعني ايه لازم يحصل؟ يعني اكيد في حد لازم التمرد يقتله. انت شايف كده يعني؟ لا هو انا لسه بقشيط بيك واقول ان انت هايل. يعني بوضح بس. اه لازم حد كده يقوم جاي يقفل. ماشي معلش صحصح. بس على فكره انا مش عارف انت تعبت ليه مني في الريدكشن ده البلانش الهادي بتاعنا يعني. يعني المفروض ان النهارده ده اخف يوم في الايام كلها. ايه؟ لا خمسه. طيب اما اجي اكلمك عن السكندري 6 كاركترز
فانت بتبقى فاكر ان انا هعلق على ايه؟ انا هعلق على الموضوع الجسم، وهعلق على الهيل والسكن والفويس. ولو حد خد باله، خلينا احط لك كمان هنا البيهافير. لو حد خد باله انا كتبت السكند 6 كاركترز مع الاستروجين بس، لان البروجستيرون ملوش دعوه بالحكايه، ملوش دعوه بالانوثه. الانوثه دي لعبه الاستروجين مش بتاعتي، انا بتاع الحمل. لما اجي اقول لك كلمني عن السكند 6 كاركترز بتاعت الفيميل، هتقولي ان الفيميل ليها البودي كنترول المميز، شكل الجسم الفيميل نار شورتلز وايت بيلز. لما اجي اقول لك كلمني عن الهيل، هتقول لي الاستروجين بيساعد على جروث اوف سكالب هيل، وبيقلل البوتي هيل، ويخلي البيوبيك هيل ياخد المثلث بتاعه ابليس فوق. وبالنسبه للسكن، المفروض اللي نعرفه انه هيقلل السيبيشيوس جلاندز، فيقلل فرص ظهور الاكني عند الفيميلز. وبالنسبه للصوت، هو ملوش دعوه بالفوكال كورد، ولانه ملوش دعوه بالفوكال كورد، فالبنت صوتها هيفضل رفيع زي ما كانت وهي لسه صغيره. وبالنسبه للبيهيفير، هو المسؤول عن جزء كبير من البيهيفيرز بتاعه الفيميلز وعن الليبيدو رغباتها الجنسيه. لكن كونه مرتبط بالبيهيفير بتاع الفيميل ده يفسر لك ليه الستات بتبقى مجانين. يعني ايه؟ يعني نفس الست في اول الشهر غير بعد اسبوع، غير في نص الشهر، غير بعد اسبوع، غير في اخر الشهر. ليه؟ اصل الاستروجين بالنسبه لها مسيت. الاستروجين كان قليل قوي في اول الشهر، بدا يعلى في نص الفوليكولا في نوع قبل الاوفيوليشن على طول، ميت اوفيولاتري بيك، وبعدين بدا يقل شويه، وبعدين يرجع عالي تاني بسبب الكورس كتير، وبعدين يقل تاني. اذا الاستروجين مش ثابت، فعشان كده الحاله المزاجيه عند الستات ما بتبقاش منضبطه خالص يا حسنان. المهم ايه الحاجات التانيه اللي بيعملها الاستروجين؟ الاستروجين له بروتكتيف افكت خصوصا على البون، عظيم جدا، وعلى الكارديو فاسكولار سيستم، عظيم جدا، وعلى السي ان اس، عظيم. البون يا سادة، الاستروجين وبالفعل بيحمي الست من هشاشة العظام، بيساعدها في عمليات الديبوزيشن اوف كالسيوم، وبيساعدها في بناء العظام، بيشغل الاوستيوبلاست وبيوقف الاوستيوبلاست، فيحافظ على ان الست عظمها يبقى قوي. وده يفسر لك يا دكتور للستات بعد المينوبوز بيبقى عندهم اوستيوبلوزس، هشاشه عظام، لان الاستروجين حصل له ايه؟ قل تماما. مهم في الكارديوفاسكولار سيستم، لان الاستروجين بيساعد ان الست تبقى عندها فازو دايلاتيشن اكتر، والفازو دايلاتيشن الاكتر معناه ان الضغط اقل، يبقى الاثيروسكليروسس ما بيحصلش، يبقى فرص ان الست يجي لها تصلب شرايين وشرايين وجلطات اقل من الراجل. عشان كده الرجاله بتموت بدري والستات قاعدين فيها سايبينها لهم مخبرات. تمام؟ وعلى المستوى السي ان اس، زي ما قلنا على التستوستيرون، نقول كمان على الاستروجين ان له بروتكتيف رول، بيحمي الخلايا العصبيه، وده بيخلي الستات ما يجيلهاش الزهايمر ديزيز عالي، تقعد فتره طويله ما يجيلهاش الزهايمر لغايه اما تيجي في مراحل العمر المتاخره بعد سن الياس ب 10 20 سنه، يبدا يحصل المشاكل اللي ممكن تؤدي الى زهايمر. فالبروجستيرون يعني مش دعوه باي حاجه كده؟ لا، البروجستيرون كمان بيشتغل وظائف تانية. طبعا هنا حضرتك هتكتب لي كمان اهو صوت اند ووتر تنشن، احنا اكيد عارفينها من الاول. طب البروجستيرون، قال لك البروجستيرون هقول ان هو كمان ليه بروتكتيف ايفكت بالنسبه للسي ان اس، لكن اهم من ديت عايز اقول ان البروجستيرون بتاعنا بيأثر على الانسبايريشن، ودي بالنسبه لي مهمه. ليه دي بالنسبه لي مهمه يا سلمى؟ قالوا لي علشان خاطر الست اثناء الحمل معدلاتها التنفسيه بتزيد. ليه بقى؟ قال لك معدلاتها التنفسيه بتبقى عاليه عشان تقعد تتنفس، فتقلل الكربون دايوكسيد بتاعها. طب ليه تقلل الكربون دايوكسيد بتاعها؟ قال لك علشان الفيتس بتاعها جنين بيبقى عنده ثاني اكسيد الكربون عايز يخلص منه. طب لو هي ثاني اكسيد الكربون بتاعها عالي، هيرفض جسمها او هيرفض الدم ياخد ثاني اكسيد الكربون بتاع الطفل،
لان ثاني اكسيد الكربون بيتحرك بالديفيوجن. يبقى لازم نعمل ايه؟ لازم الام تقلل ثاني اكسيد الكربون بتاعها، يوم ثاني اكسيد الكربون بتاع ابنها يخش الدم بتاعها عشان تعمل له اكس واي. هل فاهم؟ كويس. كمان البروجستيرون له حاجه اسمها ثيرموجينيك اكشن. اسمها ايه؟ الثيرموجينيك اكشن. ده قال لك الثيرموجينيك اكشن ده مرجعه الى حقيقه ان البروجستيرون ريسبتور بيبقوا ماسكين في بروتينات اسمها كده يا محمد، اسمها هيت شوك بروتينز. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هيت شوك بروتينز. دي قال لك البروتينات بتبقى موجوده جوه الخليه عندها قدره انها ترفع درجه الحراره، بس ما بتشتغلش طول ما هي ماسكه في البروجستيرون ريسبتور. طب لما بيجي البروجستيرون بيمسك في الريسبتور بتاعه فيتفك من الهيت شوك بروتين، ثم الهيت شوك بروتينز تعمل ايه؟ ترفع درجة حرارة الجسم. يبقى دكتور الست درجة حرارتها اعلى في النص الثاني من الشهر ولا في النص الاولاني؟ في النص الثاني. ايش معنى؟ قال لك علشان النص الثاني هو اللي فيه البروجستيرون، هو اللي فيه ايه؟ البروجستيرون. بص كويس، دي الهرمونات بتاعتي، سواء كنا بنتكلم عن الاستروجين او بنتكلم عن البروجستيرون. اي حاجه بقى اكشنز واستروجين فانكشن بروجستيرون سايكلز على طبعا طبعا فاين سايكل دي خصوصا الاوفيليشن ده فظيع يعني. احاول ادور لكم عليهم تحطوهم على الفيسبوك قبل كده، احاول دكتور لا الكيسز دي من كتاب الكيسز ايه؟ بتيجي الكيس بس الاسئله الدكتور ما بتغير الاسئله ومحدش هيعرف يجيب الاسئله اللي هي بتجيبها من الاخر. محدش ده ممكن يبقى محد. المهم يعني ايه؟ اديتني ايه؟ والله الدكتور ما بقى لها فتره بتعمل كده. يعني بتجيب الاسئله بتاعت اديتني من كتاب اديتني. بالظبط هو في الاسئله كلها على فكره غير كتاب الريتن الاهم ان انت تحل اسئله الامتحانات بتاعت السنه اللي فاتت. دي حاجه بتهمنا جدا جدا لان ده تطبيق مباشر على اللي حضرتك المفروض فهمته. يعني ايه ان اوفيولاتري سايكل؟ ان اوفيولاتري سايكل يا سليم يعني سايكلز ما فيهاش اوفيوليشن، يعني الست بيعدي عليها الشهر من غير ما تعمل اوفيوليشن. طيب نعرف ازاي؟ ايه الكاركترز يعني؟ قال لك اول حاجه حضرتك هتلاقي ان السايكلز بتاعتها قصيره. سايكلز اه شورت اقل من 28 يوم، اصل مفيش كوربس لوتيم وبالتبعيه الموضوع بيخلص بدري بدري. تمام. رقم اثنين قال لك مفيش سكريتوري اندوميتريوم. مفيش سكريتوري ايه؟ اه طبعا مفيش سكريتوري اندوميتريوم. ليه مفيش سكريتوري اندوميتريوم؟ قال لك ما هو السكريتوري اندوميتريوم ده بيعمله البروجستيرون، والبروجستيرون يا سليم بيجي من كوربس لوتيم، الكوربس لوتيم بيظهر بعد ما يحصل. يبقى لو مفيش اوفيوليشن مفيش اي حاجه من الكلام ده. طب ايه الاسباب؟ قال لك الاسباب القصه بتاعت الاوفيوليشن اللي اتحكم فيها بشكل واضح وصريح كان اليوتينايزنج هرمون سيرج، وبالتبعيه السبب الاول ان اليوتينايزنج هرمون سيرج ما حصلش، نقص اليوتينايزنج هرمون. كويس. في احتمال تاني؟ اه في احتمال تاني. نو ريسبونس لليوتينايزنج هرمون. اليوتينايزنج هرمون عالي بس في مشكله في الريسبتورز بتاعته فما اشتغلش. رقم ثلاثه حاجات كتيره من ضمنها زياده البرولاكتين اثناء اللاكتيشن، لان زياده البرولاكتين هتمنع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون فهيقف الاف اس اتش والال اتش. وقس على ذلك بقى انا ممكن اقعد اكتب هنا الايموشنال ستريس والكلام ده، بس هو الكتاب كتب البرولاكتين بس. بس ده بيحصل امتى؟ قال لك والله كده كده ده ممكن يحصل نورمالي
عند الستات في الايرلي اند ذا لاست سايكل. يعني قال لك يعني في اول السايكلز بتاعت الفيميل بيبقى لسه ما فيش فوليكلز كتيره داخله في الموضوع واحتمال كبير ما يحصلش اوفيليشن اصلا. وفي اواخر السايكلز برضه احتمال كبير ان الفوليكلز اللي داخله تكون قليله او ما يخشش فوليكلز اصلا وانما الهرمونات هي اللي عماله تلعب لوحدها وبالتبعيه على كميه الاستروجين قليله فما فيش ال اتش سيرج وبالتبعيه ما فيش برضه اوفيليشن فيبقى انوفيراتي سايكل. الدكتور يعني انا لو جت لي واحده ست بتشتكي من حاله عقم ما بتخلفش فهبدا افكر ان احتمال كبير تكون عندها السايكلز انوفيراتي فهسالها السايكلز بتاعتك زمانها قد ايه؟ فوالله ممكن تقولي لي قصيره شويه. طيب شخص ازاي؟ ما هقول لك هي قصيره يعني كذا كم يوم؟ لا ما لناش شرطه محدد بس يعني نقول ان اقل من 21 يوم ده قصيره. يعني سايكلز بتيجي كل اقل من 21 يوم لا دي غالبا قصيره لازم نعرف ايه السبب. انما 22 23 بقى لا لان اصلا النورمال 28 زائد او ناقص 3 يعني لغايه 25 ده نورمال. احنا دايما اما بنقول كذا نورمال يعني بنسامح في يوم في 2 يبقى لغايه 23 اقل من 21 لا في مشكله بقى لازم نعرف ايه السبب. يعني بيجي لها كتير ايه؟ تجي لها المنسس كتير لا السايكلز قصيره يعني بتجي لها قليل يعني كل 21 يوم يجي لها سايكل فده معناه ان هي بتيجي قليل. اكيد بتيجي كتير يا مينا ايه السؤال ده؟ هتشخص العيان بتاعك ازاي؟ قال لك اول حاجه زمان كنا بنعملها ان احنا بنعمل حاجه اسمها تمبريتشر تشارت مش هي مكتوبه عندك في الكتاب بس انا حابب اقولها لك عشان افكرك بحكايه الدوج زيرو. كنا يا بكر بنجيب العيان نقول لها اشتري لك ترمومتر وكل يوم قيسي درجه الحراره واكتبيها لي وتعالي لي بعد شهر. لو جات لك الست بعد شهر لقيت ان في وقت درجه الحراره فيه اعلى نص درجه من الوقت الثاني قول لها انت عندك اوفيليشن. ليه؟ ما هو ارتفاع درجه الحراره نص درجه 14 يوم معناه ان ظهر البروجستيرون في ال 14 يوم يبقى في اوفيليشن وفي كوربوسيتين. بطلنا نعمل حكايه دي. بقينا ممكن نعمل اندوميتريال بايوبسي. اه ما احنا لو عملنا اندوميتريال بايوبسي خدنا عينه من الاندوميتريوم لقيناه سكريتوري يبقى في بروجستيرون. طب ما فيش سكريتوري ما فيش بروجستيرون خلاص هيك ما عندهاش اوفيوليشن. بنظبط نشوف اول سايكل كانت امتى اول منستريشن كان امتى نقول لها تعالينا بعد 14 يوم تيجي بعد 14 يوم او 15 يوم اخش اخد العينه. المفروض دلوقتي الاندوميتريوم يبدا يبقى لقيته برضه مش سكريت لا كده خلاص ما عندهاش اوفيليشن شوف حل شوف المشكله. رقم ثلاثه بدانا نعمل فولوكيولومتري بالسونار. دكاتره النساء بقى عندهم اجهزه سونار متطوره ونظيفه قوي وعظيمه جدا لدرجه انها بدات تجيب لنا الفوليكلز وهي صغيره وبدانا نشوف الماتيور جريفيان فوليكل بعينينا اصلها بتبقى سنتي الى 2 سنتي ممكن تتشاف فعلا لدرجه يا معين ان احيانا وانت بتتفرج تلاقي حدث الاوفيوليشن بيحصل قدام عينك. لكن الحقيقه ان بقى في طريقه اسهل من كل الكلام ده. حضرتك قيس الهرمونات. اعمل هرمون الست. يعني ايه يا بيه؟ يعني قيس البروجستيرون نفسه. لو لقيت البروجستيرون بيبقى عالي عند الست في وقت من الاوقات خلاص سلام عليكم احنا كده خلصنا. ايه البروجستيرون يبقى كل بس ايام يبقى اوفيوليشن متشكل. قيس ال اتش نفسه. الهرمون صارش موجود ولا مش موجود؟ اذا انا اقدر اقيس الهرمونات وده حتى لو عرفت انها انوفيولات متاكدت اقدر اعرف المشكله فين؟ هل المشكله في ال اتش ولا المشكله في الجونات التوبين ريزنج هرمون ولا المشكله في ايه بالظبط بالنسبه للفيميل ليد؟ تمام؟ دي اسمها الانوفيولات ريسايت. هعلق وانا واقف من غير كتابه على الهايبوجوناديزم في الميل والفيميل. يعني ايه هايبوجوناديزم؟ هايبوجوناديزم زي هايبو ثيروتيزم زي هايبو كورتيزم زي هايبو اي غده في الدنيا. يعني الغده ما بقتش بتطلع الهرمونات بتاعتها مظبوط. واي غده في الدنيا لما اقول لك ان الغده بقت هايبو يمينا قولي لي جايز تبقى برايمري او سكندري. انا لسه ما خلصتش على فكره. انا لسه ما خلصتش. يعني ايه برايمري او سكندري؟ قال لك برايمري يعني المشكله في الغده نفسها. طب وسكندري؟ طب وتنشري؟
يبقى حضرتك تقدر تقول ان المشكله ممكن تبقى في البالانس او في الهايبو ثلام وهايبو في الزيال اكسس. فاهمين؟ السؤال المهم دايما هو الهايبو جوناديزم يعني انخفاض اداء الجوناديز حصل قبل البيوبرتي ولا بعد البيوبرتي؟ ارجوك يا فايز لو انت فاهم ذاكر الموضوع ده ببساطه هتلاقي نفسك مش محتاج تذاكر اصلا. ليه؟ انا بقول لك واحد عنده هايبو جوناديزم من قبل ما يبلغ يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش هيبلغ. يعني ايه مش هيبلغ؟ لك عند برايمري سكس اورجنز مش هتعمل جاميتوجينيس الكاستراي والسكندري سكس اورجنز هتفضل انفانتايل بتاعت الطفل الصغير والسكندري سكس كاركترز مش هتظهر اصلا. صح؟ مش هي الهرمون كان بيشتغل على الثلاثه دول؟ طب ما فيش هرمون ما فيش الثلاثه. انا بكلمك عن ميل ولا الفيميل؟ طب لو حصلت المشكله بقى بعد البيوبرتي اذا انا بلغت الحمد لله اهو ايه اللي هيحصل بقى؟ والله الدايم سكس اورجنز مش هتقدر برضه تعمل جامدوجينيسيس. الجامدوجينيسيس محتاج اف اس اتش ال اتش وسكس هرمونز. انت بتقول ان الجونادز ما بتطلعش سكس هرمونز يبقى سيادتك ان شاء الله ما عندناش جامدوجينيسيس. اذا الشخص مش هيخلف حتى لو جاله بعد البيوبرتي. ايوه طبعا. طب السكندري سكس اورجنز انا غالبا مش هتتراجع قوي خلاص هتحافظ على نفسها بالمعدلات او بالشكل اللي هي كانت موجوده فيه. السكندري سكس كاركترز يا حازم هي دي اللي فيها فرق بقى. اشمعنى؟ قال لك اصل الميل غير الفيميل في الحته دي. الميل وانس عمل السكندري سكس كاركترز بتاعته بيبقى محتاج ميل اندروجين قليل عشان يحافظ عليهم. يعني ايه يا اشرف؟ قال لك يعني خلاص وقت ما حضرتك عامل كده وعندك شنب ودقن وشعرك عمل الكلام ده حتى لو الاندروجين قل هيفضل الكلام ده موجود ما تخافش. طب والفيميل؟ لا يعني ايه؟ قال لك يعني الفيميل لو جالها هايبوجوناديزم بعد ما وصلت للبلوغ ممكن تلاقي ان الجروث بتاع اليوبك هنا عندها زاد والسكالب هنا عندها قل والبريست بتاعها حصل فيه شرينكج بدا يصغر. ليه؟ قال لك لا الفيميل بتحتاج الاستروجين يبقى موجود عشان تحافظ على السكند سكس كاركترز. اذا الهايبوجوناديزم بالنسبه للبرايمري سكس اورجنز والسكند سكس اورجنز هو هو في الاثنين. هيفرق في مين بس يا بكر؟ في السكندري سكس. الناس فاهمه؟ انا اعتقد ان البرودكشن بتاعك صعب. في حاجات يا دكتور انا ما قلتهاش وعليك. موضوع الفلترايزيشن اذيه للاستمتاع. دكتور مها انا ما بطلعش من بوقي الكلمه دي. غالبا مش هيجي. لو قلت غالبا تمام؟ غالبا مش هيجي فلترايزيشن. مش هيجي ريتسن ولا مش هيجي امسك غالبا مش هيجي. تمام؟ انا دكتور مها ما تعرفش ان انا قلت الكلام ده ويعني بص ولا اي حاجه. لو هي دلوقتي هتحط الامتحان صحيت من النوم قالت انا عايز اجيب الفلترايزيشن سألت انها تجيب عشان ما حدش يفتكر ان الكلام ده نهائي. انسى يا اشرف كاني ما قلتش حاجه. اقرا الموضوع لو سمحت وهتلاقيه لطيف خالص وظريف جدا ما فيهوش مشكله اصلا. البريجننسي سوري الليبر واللاكتيشن اقراه بعد اللي انت فهمته هتلاقي الكلام بلح. اخر حاجه هتلاقي عندك البلاسينتا برضه البلاسينتا مش من المواضيع الصعبه اقراها بس دكتور مهما بقتش بتجيبها كتير. تمام؟ يعني الحاجات التانية اقراها بس الحاجات اللي انا قلتها دي لو سمحت ذاكرها كويس قوي قوي قوي. يلا بينا.